بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الحضور، صاحب المعالي فضيلة الشيخ الدكتور عصام البشير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء المبارك الذي نجتمع فيه لهذه المحاضرة القيمة. ولن أخذ من وقت فضيلته فأنتم أولى بالسماع منه، لكني أقدم بين يديه سيرة وكلمات قبلها. مقاصد الشريعة والكليات المرعية وحفظ الضرورات لا تعارضها الفتاوى الصحيحة، ومراتب المكلفين تدور بين التقليد والاجتهاد، مقلدون يجرؤون على الفتيا ومؤهلون يهابون ذلك، نوازل ومسائل تدور بين التوقيف والتعبد وبين النظر والاجتهاد. وعجبا ترى ممن يجتهد في صريح النصوص وقطعي ثبوتها، ومن يجمد في مورد الاجتهاد أيضا. وبين هذه وهذه دقائق يسأل عنها عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيجمع لها أهل بدر، لكن نوازل عظيمة يفتي فيها أحاد محدثون أورثوا الأمة عنة وبلاء، ويحار العامة في كثرة الفتاوى واختلافها، وفتنة ترى أن يعرض بعضهم عن جهابذة هم الأعلم والأحكم والأكثر والأقدم والأسلم ليختار ضدها، وكأن المشقة شرع الله، وكأن الحرج أقرب السبل إلى مرضاته. الخلاف ليس حجة لأن يفتي في النوازل من ليس بفقيه، لكن الخلاف المعتبر سعة للمجتهد أن يجد فيه التيسير ورفع الحرج. وما هي الثوابت التوقيفية والمتغيرات محل الاجتهاد؟ وكيف استغل التيسير والسعة في الفتوى ليحتج بها من تجاوز الحد حتى أوغل في الحرام، ومن جعل الضرورة المستثناة عادة دائمة لا يقلع عنها؟ ختاما، ما هي المؤثرات في توجيه الفتوى؟ وهل الفتيا متحررة من النظام والعوام، أم أن أحدهما أو كلاهما منتف أو ظاهر أثره اليوم؟ حول ما سمعتم يحدثنا صاحب المعالي الشيخ الدكتور عصام بن أحمد البشير، وزير الأوقاف والإرشاد في دولة السودان سابقا، هو من مواليد السودان عام 1956، نال درجة البكالوريوس من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية من كلية أصول الدين، وأنهى مرحلة الماجستير في قسم السنة وعلوم الحديث بكلية أصول الدين، وأنهى درجة الدكتوراه في كلية أصول الدين بجامعة أم درمان. عمل محاضرنا أستاذا في العديد من الجامعات، وشارك في العديد من المؤتمرات العالمية والإسلامية والعربية، وعمل أيضا وكيلا للكلية الأوروبية للدراسات الإسلامية في فرنسا سابقا، وهو عضو مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة، وهو أيضا عضو المعهد الأوروبي للدراسات الإنسانية في فرنسا، وعضو المجلس العلمي للكلية الأوروبية للدراسات الإسلامية، وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ببيروت، كما أنه عضو مجمع الفقه الإسلامي بالسودان، وعضو مؤتمر الحوار القومي الإسلامي ببيروت، و شارك في لجان ومؤتمرات وقدم أعمالا أجلها ومن أهمها مؤلفاته وأبحاثه العلمية، والتي من أبرزها أصول منهج النقد عند أهل الحديث، ونظرات في معنى التجديد والمجدد، وجهود أهل الحديث في كتابة السنة وتدوينها وتصنيفها، والتعددية في الفكر الإسلامي المعاصر، والحوار مفهومه وضوابطه، ودور علماء الأمة في الدفاع عن القدس، وحوار الحضارات تعايش أم تصادم،
منطلقات شرعية في العلاقات الدولية، منطلقات أساسية لخطاب إسلامي معاصر، وكتب أخرى تنيف على 20 كتابا. ختاما، وإذا وقفت أمام قولك صامتا فالصمت في حرم الجمال. أدع الحديث لضيفنا فليتفضل مسددا موفقا مشكورا جزاه الله خيرا. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. أحييكم أيها الإخوة تحية مباركة من عند الله، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم الشكر موصول للإخوة في مركز الملك فيصل على كريم هذه الدعوة، وعلى رأسهم سعادة الدكتور يحيى وسائر الإخوة، لألتقي بهذا الجمع الطيب المبارك لندير حوارا حول موضوع بالغ الأهمية له أثره في مسيرة الحياة الإسلامية المعاصرة، ألا وهو تنوع الرؤية الشرعية وأثره في الاجتهاد المعاصر. الإسلام كلمة الله الخاتمة المتنزلة على نبينا صلى الله عليه وسلم، هذه الرسالة التي وصفها أحد الدعاة الكبار بأنها امتدت طولا حتى شملت آباد الزمن، وامتدت عرضا حتى انتظمت آفاق الأمم، وامتدت عمقا حتى استوعبت شؤون الدنيا والآخرة. هذه السعة في هذه الرسالة الأفقية والرأسية وفي عمقها تناولت أمر صلاحية الشريعة لكل زمان ومكان، وتناولت كذلك أمر خلودها عبر تطور الزمان وتغير الحقب. وعصرنا اليوم عرف بعصر الثورات الست، كان عصر الثورة الصناعية الأولى جاء مخففا العبء البدني عن الإنسان، ثم أعقبه عصر الثورة الصناعية الثانية ليخفف العبء الذهني عن الإنسان، ثم جاء هذا العصر الذي تقاربت فيه الخطى وسقطت فيه الحواجز، وغدا عالمنا قرية كونية صغرى، عرف بأنه عصر ثورة الاتصال وثورة المعلومات وثورة الفضاء وثورة التكنولوجيا وثورة البيولوجيا وثورة الجينات. أمام هذه الثورات التي تفاعلت في مجتمعاتنا وتشابكت معها وتعقدت ظروف الحياة ومعالمها، كان لابد من إجابة على سؤال يخطر على بال الكثيرين، أننا نتحدث عن صلاحية الشريعة وعن خلودها، والمطلوب أن نوافي من صيدلية هذه الشريعة أجوبة على مشكلات الواقع وتحديات العصر. هذا يقودنا إلى أن الشريعة جاءت عبر جناحين، عبر جناح المقاصد الكلية والقواعد العامة التي دل الاستقراء على أنها جاءت لتنتظم حياة البشر في أعراضهم ودمائهم وأموالهم وحركتهم وسكونهم واقتصادهم واجتماعهم وفي تفاعلهم مع العالم الآخر، وجاءت عبر الجناح الثاني الذي يتمثل في النصوص الجزئية
التي عالجت أمورا في المعتقد وفي التعبد وفي القيم وفي المعاملات، فزاوجت بين هذين الأمرين، بين النصوص الجزئية وبين المقاصد الكلية، كما زاوجت بين الثوابت المرعية التي لا تتغير بتغير الزمان واختلاف الظروف والأحوال، وبين موارد الظنيات التي تسع ما طرأ على حال البشرية من أحوال، وبين المقاصد الكلية والنصوص الجزئية ورد المسكوت عنه الذي جعله الشارع عفوا وقال فاقبلوا من الله عافيته، فمنطقة العفو أو منطقة الفراغ التشريعي هي موضع اجتهاد المجتهد، كما أن النصوص يرد فيها القطع الثبوت القطع الدلالة والذي لا مورد فيه إلا للتسليم وإنفاذ العمل بمضمونه، ويرد ما هو ظني الذي يفتح بابا للنظر وللتأمل وللاجتهاد. فعبر آلية المقاصد الكلية والنصوص الجزئية وآلة الاجتهاد في الظني موردا ودلالة وفي المسكوت عنه وفيما طرأ من أقضية الناس، إذا كان الاجتهاد صادرا من أهله وفي محله تتحقق معنى صلاحية الشريعة ومعنى خلود الشريعة. وهنا أود أن أقف معكم في عدد من المحطات. المحطة الأولى التي تتصل بتنوع الرؤية الشرعية، هل تتنوع الرؤية الشرعية أم أن هذه الرؤية التي تستند إلى مرجعية واحدة متمثلة في وحي معصوم في الكتاب المتلو المتعبد بتلاوته المعجز بلفظه والسنة التي هي بيان هذا الوحي، هل تتنوع الرؤية الشرعية؟ إن خمسة اعتبارات تتصل بتنوع الرؤية الشرعية. الاعتبار الأول المرجعية الحاكمة، والاعتبار الثاني اللغة التي يفهم أو تفهم بها هذه المرجعية، والأمر الثالث البشر الذين يستنبطون الرؤية الشرعية من هذه المرجعية، والأمر الرابع الوقائع التي تتنزل عليها الرؤية الشرعية المستنبطة من هذه المرجعية، والأمر الخامس هو مناهج الاستدلال والنظر المعتبرة في استنباط الرؤية الشرعية. فإذا نظرنا إلى دلائل الكتاب والسنة وجدنا أن في القرآن الكريم الآيات المحكمات القطعيات التي تمثل قاعدة الوحدة الفكرية في الأمة وتمثل الأرضية الجامعة المعبرة عن وحدة هذه الأمة في وحدة الإله المعبود وفي وحدة القبلة وفي وحدة الكتاب المنزل وفي وحدة الرسول المقتدى به وفي وحدة العقيدة والشريعة، لكن شاءت حكمة الله تعالى أن ينزل الكتاب منه آيات محكمات وأخر متشابهات، والمتشابه هو الذي يحتمل أكثر من وجه في التفسير، فهذا واحد من مداخل تنوع الرؤية الشرعية. نقرأ في قوله تعالى أو لامستم النساء، هل الملامسة يقصد بها وضع اليد على البشرة كما يقوله عمر وابنه عبد الله، أم كما يقول ابن عباس إن المس والملامسة والمباشرة في القرآن كناية عن الجماع
إن الله حي كريم يكني عما شاء بما شاء. يقول الله تعالى: لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. تأتي اللغة وهي من مكونات تنوع الرؤية الشرعية، تقول لنا إن الإل في لغة العرب قد يراد به اسم الله في العبرية، أي لا يرقبون فيكم الله. وقد جاء عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه حين ذكر له بعض ترهات مسيلمة، قال: أنتم تعلمون أن هذا لم يخرج من إل، أي لم يقل به الله. وفي لغة العرب التي نستنبط بها هذه الرؤية الشرعية ما يفيد أن الإل بمعنى القرابة. نقرأ في قول حسان رضي الله عنه: لعمرك إن إلك من قريش كإل السقب من رأل النعام. ونقرأ في أبيات يزيد ابن مفرق الحميري: وأشهد أن إلك من قريش كإل الفيل من ولد الأتان. أي المقصود هنا بالإل القرابة. ونقرأ في لغة العرب التي هي من مكونات هذه الرؤية وتنوعها أن الإل بمعنى العهد، وكانت العرب إذا عاهدت عهدا رفعت الصوت بذلك، ومنه أنين المريض، أليله أنينه المرتفع. والعرب تقول: دعت الجارية ألليها إذا ولولت، لأن الأليل صراخ وصوت. ومنه قول الراجز: وأنت ما أنت في قضاء ملمة إذا دعت ألليها الكاعب الفضل. والعرب تقول أيضا في لغتها إنه بمعنى الحلف، وهذا من باب عطف الشيء على نفسه باختلاف اللفظين، وهذا له نظائر في لغة العرب، كما قال عنترة: حييت من طلل تقادم عهده أقوى وأقفر بعد أم الهيثم. وكما قال الراجز: إلى الملك القرن وابن الهمام وليث الكتيبة في المزدحم. فهذا من باب عطف الشيء على نفسه باختلاف اللفظين. ثم نأتي إلى شيخ المفسرين ابن جرير الطبري، ويقول: لا مانع من حمل الإل على كل هذه المعاني، أي لا يرقبون فيكم الله، ولا يرقبون فيكم القرابة، ولا يرقبون فيكم العهد، ولا يرقبون فيكم الحلف، وهذا من باب حمل المشترك على معانيه. تقول: عدت اللصوص البارحة على عين زيد، تعني أنهم عوروا عينه الباصرة، وغوروا عينه الجارية، وسرقوا عينه التي هي ذهبه وفضته. إذن فمن مكون الرؤية الشرعية أن النصوص بعضها حمالة أوجه، فيها المحكم الثابت القطعي، وفيها الظن في دلالته الذي يحتمل أكثر من وجه في التفسير. وأن اللغة التي نستنبط بها هذه الرؤية الشرعية فيها الحقيقة والمجاز، فيها الخاص والعام، فيها المطلق والمقيد، فيها ما يؤخذ بالعبارة وما تدل عليه الإشارة، فيها ما يفهم بالفحوى وما يؤخذ بالمقصد. ثم نأتي إلى القاعدة الثالثة، وهو اعتبار البشر الذين يستنبطون هذه الرؤية. والبشر جد متفاوتين في معارفهم وعلومهم سعة وضيقا، وجد متفاوتين أيضا في أفقهم العقلي وفي مزاجهم النفسي. وجدنا عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في أسرى بدر أن أبا بكر كان يميل إلى أخذ الفداء وإلى المن، وأن عمر كان يميل إلى حز الرقاب، وشبه نبينا صلى الله عليه وسلم أبا بكر بقول عيسى: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، وبقول إبراهيم: ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وشبه اجتهاد عمر بقول نوح: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، وبقول موسى: ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. وجدنا حتى في الشقيقين الحسن والحسين، الحسن
رضي الله عنه تنازل عن حقه في عام الجماعة، فالتأم شمل الأمة واجتمعت كلمتها وترحب طفوها وتآلفت قلوبها. والحسين رضي الله عنه قاتل في سبيل ما يعتقد أنه الحق حتى لقي ربه شهيدا. وجدنا في أن تراثنا الفقهي يذكرنا برخص ابن عباس وبشدائد ابن عمر، وكان ابن عمر يزاحم على الحجر الأسود حتى تدمى قدماه ويقول: هوت الأفئدة إليه فأحببت أن يكون فؤادي معه. وأما ابن عباس فكان ينظر إلى تزاحم الناس وإلى تدافعهم ويقول: لا يؤذي ولا يؤذى. كان ابن عمر لا يحب أن يحمل الصبيان على صدره خشية أن تسيل بعض نجاساتهم عليه، وكان ابن عباس يضمهم إلى حنايا صدره ويقول: إنما هي رياحين نشمها. فالبشر في الأفق العقلي وفي المزاج النفسي يتأثرون بهذا في استنباط الرؤية من دلائلها الشرعية. وهنالك اعتبار آخر رابع، وهو مناهج النظر المعتمدة في الاستنباط، وهذا أيضا تنوعت فيه اجتهادات المجتهدين بين عمل أهل المدينة عند المالكية وبين الاستحسان عند الحنفية وبين براءة الأصل عند الظاهرية وبين غير ذلك من موارد الاجتهاد التي تنوعت عند الأئمة تبعا لفهومهم في هذه المصادر. وهذا يؤثر في طبيعة الرؤية الشرعية التي تنبثق من هذا المصدر الذي يعتمده إمام ولا يراه إمام آخر. والاعتبار الخامس هو اختلاف البيئات والوقائع التي تتنزل عليها تلك الرؤية الشرعية. ذكر أبو عبيد القاسم بن سلام في كتابه الأموال أن أهل قبرص كان بينهم وبين المسلمين عهد، ووقع منهم ما يشبه نقض العهد، فاستشار الخليفة سبعة من أئمة العلم والهدى والاجتهاد والنظر، منهم مالك ابن أنس، منهم سفيان الثوري، منهم الأوزاعي، منهم ابن المبارك، منهم فقيه مصر، وهؤلاء فأجاب كل واحد منهم جوابا يختلف عن الآخر، وكانت المحصلة سبعة أجوبة. هذا الاختلاف لم يكن منشأه على النصوص، وإنما على تصور الواقع الذي تتنزل عليه النصوص. فبعضهم قال إن هؤلاء القوم قد وقع منهم نقض العهد، وإن الآية علقت الحكم ليس على نقض العهد وإنما على الخوف الذي يؤذن بنقض العهد، فإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، وهذا الذي ارتضاه الليث. وبعضهم قال إن القوم يخشون من تسلط الروم عليهم، وهم لرعايتنا أولى من تسلط الروم عليهم. وبالتالي فتنوعت هذه الرؤية الشرعية بناء على تصور الواقع الذي تتنزل عليه تلك الرؤية الشرعية. وهذا باب واسع. وجدنا عمر ابن عبد العزيز وهو المجدد على رأس المئة الأولى وخامس الخلفاء الراشدين كان يقضي بالشاهد واليمين، يكتفي بشهادة العدل الواحد وباليمين عند أهل المدينة نظرا لشيوع العدالة عندهم واستقامة الحال في بيئتهم. فلما ذهب إلى الشام اشترط شهادة رجلين مع اليمين، وقال قولته المشهورة: تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا لأنفسهم من فجور. ثم إن الوقائع أيضا تختلف باعتبار آخر، وهو باعتبار أن الحكم الشرعي قبل الفعل غير الحكم الشرعي بعد الفعل. ولما سئل ابن عباس هل لقاتل من توبة؟ قال لا، ف
فاستغرب بعض أصحابه صدور الحكم من ابن عباس، كيف يقطع الطريق على القاتل بأنه لا توبة له؟ فقال: إني رأيت الرجل يتطاير الشرر من عينيه، يريد أن يحدث جرما، فكان الواجب أن يسد عليه المنافذ التي تحول دون الوقوع في ارتكاب هذه الجريمة. ولو أن الإنسان تلبث بالجرم وجاء يلتمس التوبة والأوبة والإنابة لفتح له باب الأمل وباب الرجاء. فلهذا قالوا: إن الحكم قبل الفعل غير الحكم بعد الفعل. فهذا اعتبار. وقد أطال الإمام ابن القيم في مقدمة الفصل الثالث ومقدمة الجزء الثالث من كتابه النافع إعلام الموقعين عن رب العالمين في هذه القاعدة أيما إطالة، وأورد لها أكثر من 100 مثال، وصدرها ببيانه الممتع. قال: فصل في تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان والأحوال والعوائد والنيات. وقال: هذا فصل عظيم النفع جدا، وقع بسبب الجهل به غلط عظيم على الشريعة، أوجب من الحرج والضيق وتكليف ما لا سبيل إليه ما يعلم أن الشريعة الباهرة لا تأتي بمثله. فالشريعة عدل الله في خلقه وظله في أرضه وحكمته الدالة على رسوله أتم دلالة وأصدقها. فكل مسألة خرجت من العدل إلى الجور، ومن المصلحة إلى المفسدة، ومن الحكمة إلى العبث، فليست من الشريعة في شيء وإن أدخلت فيها بالتأويل. ثم ذكر 4 أحوال تعتري أحكام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أحيانا يكون النهي عن المنكر محرما إذا ترتب عليه ما هو أعظم منه، وأحيانا يكون موضع اجتهاد إذا ترتب عليه منكر مثله، وحالتان يكون فيهما واجبا إذا زال المنكر بالكلية أو قل. ولذلك قالوا: إن الشريعة جاءت لتحصيل المصالح وتكميلها، ولدرء المفاسد وتقليلها. فإن لم نستطع أن ندرء المفسد بالكلية نعطل جزءا منها، وإن لم نستطع أن نحصل المصلحة بالكلية ندرك جزءا منها. وبين هذا وذاك، بين الإصلاح الكلي والجزئي، وبين التعطيل الكلي والجزئي في درء المفاسد، أيضا هنالك مساحة لاجتهاد المجتهدين. فهذه اعتبارات 5 أيها الإخوة، تتصل بدلالة النصوص الظنية، وتتصل بلغة العرب التي تفهم بها النصوص، وتتصل بالبشر الذين يستنبطون النصوص، وتتصل بالوقائع التي تتنزل عليها النصوص، وتتصل بمناهج النظر والاستدلال المعتمدة في استنباط النصوص. وهذا أمر طبيعي يترتب عليه وقوع الاختلاف. فهل كل اختلاف يقع بين أهل العلم هو من الاختلاف المذموم الذي نهت عنه الشريعة واعتبرته من التفرق الذي يؤدي إلى الفشل وذهاب الريح؟ هنالك فرق بين الاختلاف المشروع وبين التفرق المذموم. إن الاختلاف في موارد الشريعة الذي يصدر من أهله المالكين لأدوات الفتيا والنظر والاجتهاد هو من عوامل السعة والرحمة والتيسير لهذه الأمة، ذلك بدلالة نصوص الشريعة نفسها والتي سقنا طرفا منها، وبدلالة لغة العرب التي تتسع لذلك، وبدلالة المسكوت عنه في نظر الشارع الحكيم، وبدلالة إقرار النبي صلى الله عليه وسلم كما فعل في صلاة بني قريظة، لم ينكر ولم يعنف على إحدى الطائفتين، وكما فعل في أمر الرجلين اللذين قدما على النبي صلى الله عليه وسلم حين افتقد الماء فتيمما ثم أدرك الماء قبل فوات الوقت، فأحدهما أعاد الصلاة والآخر لم يعد، قال الذي لم يعد أصبت السنة، وقال للذي أعاد صلاته لك الأجر مرتين. وفي بيانه من أن الحاكم إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ
فله أجر، يثاب الإنسان على بذله الوسع وعلى استفراغه الجهد في تحري الحق، فيثاب على هذا وإن أخطأ وجه السبيل. فهذا إقرار فهذا لا يكون في مورد الذم بالنسبة لهذا، هذا من قبيل الاختلاف المشروع. ولذلك أثر عن القاسم بن محمد أحد فقهاء المدينة السبعة، ومثله أثر عن عمر بن عبد العزيز، قال: ما يسرني أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اتفقوا، لأنهم لو اتفقوا لكان الأمر عسرا ومشقة، ولكن اختلفوا فكان اختلافهم رحمة. ولهذا جاءت القاعدة الفقهية: إجماع العلماء حجة قاطعة واختلافهم رحمة واسعة، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، أي للاختلاف خلقهم وللرحمة خلقهم. فهذا ليس من الاختلاف المذموم الذي يؤدي إلى الفشل وإلى ذهاب الريح. وحتى الجدال الذي يقع في تحرير مناط الحق في هذا الاختلاف ليس هو من قبيل الجدل الذي يذم أهله والذي يرد فيه النهي: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. إن الجدل الذي ذم في القرآن على أربعة أنواع: الجدل الذي يكون قائما على غير هدى ولا علم ولا كتاب منير، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، الجدل الذي يكون دفاعا عن أهل الباطل أو يكون جدالا بالباطل وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق، أو أن يكون جدالا بقصد العلو والاستكبار في الأرض. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه. وعليه فقد جادل السعداني نبينا صلى الله عليه وسلم، وعليه فإن القرآن الكريم قال: فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. وجادل قوم نوح نبيهم، قالوا: يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا، وأمرنا ألا نجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن وليس بالتي هي أخشر. فهذا دليل على أن الجدل الذي يقوم على قواعد الشريعة وعلى أدبها وعلى فقهها يقع أيضا في إطار الخلاف المشروع وليس في إطار التفرق المذموم الذي نهت عنه الشريعة. هنالك قاعدة تتصل بهذه المسألة. طيب، إذا قلنا بأن الاختلاف في موارد الشريعة الذي يصدر من أهله وفي محله هو من قبيل السعة والتيسير والرحمة، ألا يستدعينا ذلك أن نقف: هل كل خلاف يعتبر في موارد الشريعة؟ هل هنالك ثوابت لا يرد فيها هذا الاختلاف؟ هذه مسألة مهمة. والناس هنا طرفان غاليان ووسط، منهم من تساهل ففرط، ومنهم من تشدد فأفرط، ومنهم من اعتدل فتوسط. بعض الناس أدخلوا الشريعة بأصولها وفروعها ومحكماتها ومتشابهها وقطعياتها وظنياتها، جعلوها من قبيل الثابت الذي لا يتغير. يقابلهم طرف آخر توسعوا فجعلوا المتغير في موضع الثابت والثابت في موضع المتغير. إن الثوابت أصول العقيدة الواردة في أركان الإيمان الست التي جاء بها حديث جبريل، وإن من الثوابت المقاصد الكلية التي دل الاستقراء على أن الشريعة جاءت لرعايتها من حفظ الضروريات والحاجيات التي يفتقر إليها في التوسعة ورفع الحرج ودفع المشقة عن الناس، والتحسينيات التي تتعلق بمكارم الأخلاق ومحاسن العادات. وإن من الثوابت الفرائض الركنية، وإن من الثوابت الأحكام القطعية التي ثبتت بدليل قطعي الثبوت قطعي الدلالة، وإن من الثوابت القيم الخلقية
فلا يمكن أن يكون الصدق فضيلة في زمان رذيلة في زمان آخر. إذن هذه هي الثوابت الخمسة: الأصول العقائدية، المقاصد الكلية، الفرائض الركنية، الأحكام القطعية، والقيم الخلقية. وما عدا ذلك من ظنيات الأحكام ومن المسكوت عنه الذي بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن الحلال ما أحله الله، وأن الحرام ما حرمه الله، وأن ما سكت عنه الشارع فهو عفو، فاقبلوا من الله عافيته، إن الله لم يكن لينسى وما كان ربك نسيا. فالمسكوت عنه هو دائرة متغيرة، وما يطرأ على الناس من الاجتهاد الذي بني على المصالح وبني على الاجتهاد وبني على العلل الظرفية وبني على الأعراف هو الذي ترد فيه القاعدة التي تقول بتغير الفتوى بتغير الزمان والمكان. ولذلك قال الشاطبي في موافقاته: الأحكام نوعان، أحكام ثابتة ثبوت الجبال الراسيات لا معنى فيها لتبدل الزمان وتغير المكان، كوجوب الواجبات وفرض الفرائض وتحريم المحرمات، وأحكام بنيت على مصالح، بنيت على اجتهاد، بنيت على علل ظرفية، بنيت على أعراف تبدلت وتغيرت، فهي التي ترد فيها القاعدة التي تقول لا ينكر تغير الأحكام بتغير الزمان والمكان. هذا المصطلح الذي أخذت به مجلة الأحكام العدلية، وأنا لا أميل إلى التعبير بتغير الحكم، وإنما أميل إلى التعبير بتغير الفتوى، لأن الفتوى هي تنزل الحكم على الواقع، والحكم حتى ولو كان ظنيا يرتبط بشروطه، إذا استوفى شروطه طبق، وإذا اختل منه شرط وانتفت فيه الموانع فإنه لا يطبق. ولذلك التعبير الذي ساقه ابن القيم كان أدق، قال: فصل في تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان والأحوال والعوائد والنيات. وهذا الباب هو الذي درج عليه المحققون من أهل العلم. وجدنا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه اختلف اجتهاده عن اجتهاد النبي عليه الصلاة والسلام في مسائل السياسة الشرعية. وهذه وقفة مهمة أيها الإخوة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قرر المحققون له صفات ثلاث: فهو الرسول المبلغ عن ربه عز وجل، وهو إمام الأئمة، وهو قاضي القضاة، له صفة أنه رأس الدولة، وله صفة أنه قاضي القضاة الذي يفصل بين خصومات الناس ويحقق العدالة، وهو المفتي والمبلغ عن الله عز وجل. هذا الاختلاف في الصفات له أثر في تنوع الرؤية الشرعية، فإذا صدر الحكم منه باعتبار الفتوى والتبليغ فهو حكم عام على الأمة: صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم. وإذا صدر الحكم بمقتضى الإمامة فهو حكم شرعي يقتدي به من كان على مثل صفته، وإذا صدر منه الحكم بمقتضى القضاء فيأتم به من كان على صفته في أحكام القضاء وأحوال المرافعات. وهذا ما فقهه فقهاء الصحابة في أمر السياسة الشرعية. نبينا صلى الله عليه وسلم كان يقسم الأرض المفتوحة على الفاتحين، وعمر رضي الله عنه في أرض السواد استنبط من قوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، أن الأجيال التي تتلو من بعد ذلك لها حق في هذه الأرض، فضرب عليها الحراج لينتفع بها من كان حاضرا
ولينتفع بها من يأتي من بعد ذلك. خالفه بعض أصحابه مثل بلال رضي الله عنه، ثم رجع كثير من أصحابه إلى اجتهاده. قال ابن قدامة وهو الفقيه الحنبلي المحقق المدقق: ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الأصلح في زمانه، وما فعله ابن الخطاب رضي الله عنه هو الأصلح في زمانه، وهو التعبير الذي يسوقه فقهاء الحنفية: إنه اختلاف عصر وزمان وليس اختلاف حجة وبرهان. فهذا صدر باعتبار تصرفه عليه الصلاة والسلام بمقتضى الإمامة الذي يقوم على اعتبار رعاية المصالح ودرء المفاسد عن الأمة. ولذلك الفقهاء قالوا: حديث من قتل قتيلا فله سلبه، إذا أخذ باعتبار الفتوى فيحق لكل غانم أن يأخذ ما غنمه دون الرجوع إلى إذن الإمام. ولو اعتبر هذا الحديث صدر بمقتضى الإمامة فلا يحق لغانم أن يأخذ ما غنمه إلا بإذن الإمام. فهذا أثر في تنوع الرؤية الشرعية باعتبار مورد صدور الفتوى. وكذلك أيضا: من أحيا أرضا ميت فهي له، هذا في إحياء الموات، هل هي فتوى للعامة فيحيي الإنسان دون الرجوع إلى إذن الإمام، أو أنه صدر منه باعتبار تصرفه عليه الصلاة والسلام بمقتضى الإمامة، فلا يكون التصرف في إحياء الموات إلا باعتبار إذن الإمام. ومن ذلك أيضا ما وقع من تصرفه عليه الصلاة والسلام في التعامل مع الأسرى. بعض الفقهاء والمفسرين جرحوا إلى أن آية سورة براءة التي فيها الأمر بأخذ الأسرى وفتكهم وحصرهم وقتلهم هي ناسخة لآية سورة محمد: فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. والذي عليه المحققون أنه لا نسخ بين هذه الآيات، كلها محكمة، وأن هذا التنوع متروك تقديره للإمام، فربما من الإمام على الأسير، وربما فدى الأسير بمقابل، وربما قتل الأسير بناء على إعمال المصلحة الشرعية التي توافق الزمان والمكان والظرف والحال. ونبينا صلى الله عليه وسلم فعل كل هذه الأشياء، من على أبي عزة في غزاة بدر لما قال إنه ذو بنات، فاشترط عليه ألا يعين أحدا من المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قبض وأسر في حمراء الأسد صبيحة غزوة أحد قال: يا محمد عفوك ثانية. قال: لا والله، لا تحك عارضيك بين نساء مكة وتقول غررت محمدا مرتين. فمن عليه في المرة الأولى إعمالا للمصلحة، وقتله في الثانية إعمالا للمصلحة، وقتل النضر بن الحارث صبرا أي حبسا. فلما بلغه شعر أخته قتيلة بكى النبي صلى الله عليه وسلم حتى أخضل الدمع لحيته، وقال: لو بلغني شعرها قبل أن أقتله لعفوت عنه. فهذا دليل على أن قتله إياه لم يكن بوحي من الله، وإنما باجتهاد قدره بناء على المصلحة الشرعية التي رآها. ونبينا صلى الله عليه وسلم لا يقر على خطأ، فإذا اجتهد يأتي الوحي مصوبا لاجتهاده. ولذلك لما بلغته تلك الأبيات الرقيقة: يا راكبا إن الأثيل مظنة من صبح خامسة وأنت موفق، أبلغ بها ميتا بأن تحية ما إن تزال بها النجائب تخفق، مني إليك وعبرة مسفوحة جادت بواكفها وأخرى تخنق، هل يسمعني النضر إن ناديته، أم كيف يسمع ميت لا ينطق، أمحمد يا خير ضنء كريمة في قومها والفحل فحل معرق، ما كان ضرك لو مننت وربما من الفتى وهو المغيظ المحنق، النضر أقرب من أسرت قرابة وأحقهم إن كان عتق يعتق، ظلت سيوف بني أبيه تنوشه لله أرحام هناك تشقق، صبرا يقاد إلى المنية متعبا رسف المقيد وهو عان موثق.
فبكى النبي صلى الله عليه وسلم حتى أخضل الدمع لحيته وقال لو بلغني شعرها قبل أن أقتله لعفوت عنه. فهذا مولد ترد فيه قاعدة تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان. إذا قررنا هذه الحقائق نلج إلى قضية وأثبتنا أن ثمة تنوعا في الرؤية الشرعية بناء على دلالة النصوص وبناء على اللغة وبناء على المستنبط وبناء على مناهي الاستنباط وبناء على الوقائع وبناء على التفريق بين الثابت المحكم وبين المتغير، نأتي هنا نقول بأن الاجتهاد لا غنى له في أي زمان لتأكيد صلاحية الشريعة وخلودها. صحيح أن بعض المتأخرين في أزمنة عصور الانحطاط والتخلف الحضاري وشيوع الفوضى الفقهية شددوا في شروط الفتوى وفي الاجتهاد، ودعا بعضهم إلى إغلاق هذا الباب منعا للفتوى الفوضى الفقهية، لكن أحدا لا يمكن أن يغلق بابا فتحه رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيظل هذا الباب مفتوحا إلى قيام الساعة شريطة أن يصدر من أهله وفي محله. هذه المسألة الأولى، ولذلك هذا ما دعا الإمام السيوطي أن يؤلف كتابه المشهور الرد على من أخلد إلى الأرض وجهل أن الاجتهاد في كل عصر فرض، وقال إن الناس يجتهدون في علم واحد وأنا بلغت مرتبة الاجتهاد الطليق في 3 علوم. فنحن في قضية الاجتهاد بين طرفين غاليين، بين الذين فتحوا الاجتهاد في الثابت والمتغير والقطع والظن تحت دعوى حيوية الشريعة وخلودها، وهؤلاء قفزوا فردوا النصوص الصريحة القطعية تحت دعوى الاجتهاد ومواكبة العصر ومسايرة الزمن وتقديم أجوبة عملية لمشكلات الواقع وتحديات العصر، وهم عاطلون عن أدوات الاجتهاد، حتى قال عنهم الفيلسوف إقبال إنهم يريدون أن يجددوا الكعبة بأن يجلبوا لها الحجارة من أوروبا، والكعبة هي البيت العتيق الذي لا يتجدد، فتجديده في كونه أنه البيت العتيق. وقال أديب العربية الرافعي إنهم يريدون أن يجددوا الدين واللغة والشمس والقمر، حتى قال شوقي لا تحذو حذو عصابة مفتونة يجدون كل قديم أمر منكرا، ولو استطاعوا في المجامع أنكروا من مات من آبائهم أو عمر من كل ساع في القديم وهدمه وإذا تقدم للبناية قصرا. عاطلون عن أدوات الاجتهاد، قرأوا قوله تعالى وإذا الصحف نشرت، قالوا هذه الآية دليل على وجود الصحف والجرائد والمجلات، وإذا العشار عطلت، قالوا هذه الآية كناية عن تقدم المواصلات، فالعشار هي الإبل فقد بركت وتعطلت ولم يعد الناس بحاجة إليها، فالناس يركبون الطائرة ويركبون السيارات ويركبون الحافلات. وهلم جرة جاءوا إلى الفقه، فقال بعضهم وهو يعيش في بلاد الغرب إن المسلمين كأقلية لا يتاح لهم عطلة يوم الجمعة، وهم مضطرون فرضا لازما وواجبا حتما أن يؤدوا فريضة الجمعة، فلماذا لا نحول فريضة الجمعة في يوم الأحد لأنها العطلة المتاحة للجميع؟ أرادوا أن تنتقل فريضة الجمعة إلى يوم الأحد، وفتحوا الباب على مصراعيه لكل من هب ودرج من الناس، وقفزوا إلى إبطال دعوة أن ليس هنالك ما يسمى برجال الدين، فالإسلام ليس دين كهنوت، ولكن
الإسلام نعم ليس دين كهنوت، ولكنه يحترم التخصص، ويقول فاسأل به خبيرا، ويقول لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ويقول فاسألوا أهل الذكر، ويقول ولا تقف ما ليس لك به علم، ويقول ويجعل القول على الله بغير علم قرينا للشرك. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فإذا كنا نحترم التخصص في كل جوانب المعرفة، فلماذا يصبح الدين كلأ مباحا يقطع فيه كل من هب ودرج من الناس؟ لو أن إنسانا تحدث في مسائل الطب وهو ليس لها بأهل سخر الناس منه، وكذلك لو تكلم في مسائل القانون وهو ليس من أهل الاختصاص لسخر الناس منه. ولكن الغريب أن الدين مشاع دون احترام لأهل التخصص، بل وأيضا أساء من تعامل مع النصوص الجزئية دون إدراك مقاصدها الكلية، ودون أن يأخذ هذا العلم من أصوله ومن علمائه ومن شيوخه ومن أهل الاختصاص، فأصبح يتعامل التعامل الظاهري مع النصوص بحجة هم رجال ونحن رجال، وكأنها معركة على الفحول والذكورة. فنحن أمام هذا الطرف الذي اقتحم ميدان الاجتهاد وهو عاطل عن أدواته، ونحن أمام طرف آخر لا يقل خطورة، وهو الذي أراد أن يسد المنافذ أمام اجتهاد المجتهدين الذين بلغوا الشرائط وأدركوا هذه الأدوات بحجة أن الاجتهاد انتهى عندما قرره الأقدمون وليس في الإمكان أبدع مما كان، وما ترك الأول للآخر، وتحول الموقف من اجتهاد الأقدمين من التقدير إلى التقديس، كما تحول اجتهاد الأقدمين عند الذين تجاسروا على الاجتهاد وهم عاطلون عن أدواته من التقدير إلى التبخيس. فضاعت الحقيقة من الموقف أمام اجتهاد الأقدمين بين المقدسين وبين المبخسين. والصواب، وحتى طبعا زعم هؤلاء أن التقليد هو الأصل، وواجب تقليد حبر منهم كما حكى القوم بلفظ يفهمه، أنك لا يجوز أن تخرج. وأسيء الفهم لقاعدة لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بمن صلح به أولها، هذا من حيث المنهج، من حيث الأصول، من حيث الثوابت، من حيث المعتقد، وليس من حيث جزئيات الأفهام وجزئيات الاجتهاد والنظر. وأعجبتني كلمة لابن مالك وهو من أئمة النحو، قال في أول كتاب التسهيل في النحو كلمة تكتب بماء الذهب، قال وإذا كانت العلوم منحا إلهية ومواهب اختصاصية فغير مستبعد أن يدخر لبعض المتأخرين ما عسر على كثير من المتقدمين. نعوذ بالله من حسد يسد باب الإنصاف ويصد عن جميل الأوصاف. والقرآن يقول ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. ولذلك ابن عبد البر قال ليس أضر على العلم من قولهم ما ترك الأول للآخر، بل الصواب عندنا كم ترك الأول للآخر. هذا باب واسع. ولذلك وجدنا إمامين جليلين، محمد ابن الحسن، ووجدنا أبا يوسف قد خالفا أبا حنيفة في ثلث المذهب وقالا لو رأى إمامنا ما رأينا لغير رأيه. إنه اختلاف عصر وزمان وليس اختلاف حجة وبرهان. ورأينا حركة الشافعي في القديم والحديث، ورأينا ثلاثيات الإمام أحمد، رأينا شيخ الإسلام ابن تيمية وهو يجدد اجتهاده وفقهه بعد أن كان مقلدا،
في مذهب أحمد، ثم يترجم له الإمام الذهبي بعد ذلك، الإمام الذهبي يترجم له بعد ذلك يقول: وله الآن عدة سنين لا يفتي بمذهب معين بل بما قام عليه الدليل عنده، ولقد نصر السنة المحضة واحتج لها ببراهين وأمور لم يسبق إليها، وأطلق عنها عبارات أحجم عنها الأولون وهابوا وجسر هو عليها، فقام عليه خلق من علماء مصر والشام فبدعوه وناظروه وكابروه، وهو ثابت لا يداهن ولا يماري، بل يقول الحق المر الذي أداه إليه اجتهاده وحدة ذهنه وسعة دائرته في السنن والأقوال. فإذا هنالك متغير في الوقائع وفي البيئات، ورأينا كيف أن عمر بن عبد العزيز تغير قضاؤه من اعتماد اليمين، والشاهد بالنسبة لأهل المدينة ومع ما ورد من أهل الشام في اشتراط شهادة رجلين. وجدنا أن محمد ابن أبي زيد القيرواني وهو من أعيان مذهب مالك وكان رأس المالكية في مدينة القيروان وهو صاحب الرسالة المشهورة، قد انهدم حائط داره فاتخذ كلبا للحراسة، فقالوا له: إنك خالفت إمام دار الهجرة الذي صح فيه الحديث أن الناس يضربون أكباد الإبل فلا يجدون إلا عالم المدينة، وقد روى حديث: من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية أو زرع نقص من أجر عمله كل يوم من قيراط. قال: والله لو عاش مالك إلى زماننا لاتخذ أسدا باليا. مالك عاش في المدينة وكان الأمن مستتبا، والرجل عاش في مدينة القيروان وفي أطراف المدينة حيث قطاع الطرق وحيث اللصوص. شيخ الإسلام اجتهد حتى في قضية سفر المرأة بغير محرم، قال: مراد النصوص أن تأمن المرأة على نفسها بأمان الطريق. ولذلك ما اعتبر من شواذ الفتيا في زمانه وحمل عليه من علماء عصره وأدخل بسببه السجن، شيخ الإسلام أدخل بهذا السبب ليس بسبب آخر، بسبب الفتية التي اعتبرت خروجا على الأئمة الأربعة. ولم يقل أحد من أهل العلم أن العلم محصور في ما انتهى إليه اجتهاد الأئمة الأربعة، كان من أضراب الأئمة الأربعة علماء كثر، كان عبد الله بن المبارك وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة والليث بن سعد والأوزاعي وإسحاق بن راهوي وغير هؤلاء. واليوم ما اعتبر من شواذ الفتية أكثر المحاكم في العالم العربي تفتي بما أو تقضي بما أفتى به شيخ الإسلام من أن الطلاق الثلاثة بلفظ واحد يقع مرة واحدة. فأيضا هذه مسألة نسبية. فنحن قضية الاجتهاد ضاعت بين المتحللين المتسيبين الذين يريدون أن يقفزوا على الاجتهاد دون التزام بضوابطه وشروطه، وبين أهل الجمود الذين يجمدون أهل الجمود على الموجود والوقوف عند أطلال الماضي والنوح على واقع الأمة واعتبار أن ما صدر عن الأقدمين ينتقلون به من مرحلة التقدير إلى مرحلة التقديس. ونحن نقرر وجوب التردي والاحترام والثناء على علمائنا الأقدمين، كما قال الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، لكن لا نعتقد بعصمة أحد منهم، بل نقول كما قال إمام دار الهجرة: ما منا إلا راد ومردود عليه. فليس هنالك أحد أتيح له الإطاح الإحاطة بما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل الصحابة كان يستدرك بعضهم على بعض. السيدة عائشة استدركت على أبي بكر الصديق مقدار كفن الرجل الواحد، وبينت أن السنة مضت في أنه يكفن في ثلاثة أو أثواب. عمر رضي الله عنه استدرك عليه عبد الرحمن بن عوف في أمر المجوس: سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير آكلي ذبائحهم أو ناكحي نسائهم. وفي أمر الطاعون وهلم جرة نصوص كثيرة جدا وردت، وعائشة أورد لها الإمام الزركشي ما يقرب من 400 حديث الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة. درج أهل العلم
يستدرك بعضهم على بعض ويعقب بعضهم على بعض، ملتزمين أدب الخلاف وفقه الائتلاف ورحم العلم، دون أن يكون في ذلك من سبيل التهاجر والتقاطع والتدابر ما يقع فيه العلماء، ما يقع فيه أدعياء العلم في عصرنا هذا اليوم. ولذلك قالوا إن قول العالم يحتج له بيد أن قول النبي يحتج به، وفرق بين أن تحتج بالقول وأن تحتج للقول. أن تحتج للقول أي أن القول لا يستقل بنفسه حجة شرعية، يؤخذ من قبيل الاستئناس، وأن تحتج بالقول فذلك للنبي صلى الله عليه وسلم لأن قوله يستقل بنفسه حجة شرعية. ولذلك أطيعوا الله وأطيعوا الرسول بالنسبة لأولي الأمر لم يأتي بهم استقلالا، وإنما تكون طاعتهم تبعا لطاعة النبي عليه الصلاة والسلام. فنحن نقف مع التراث، شعارنا تقدير الرجال لا تقديسهم، لا نقدس ولا نبخس، ونعتبر أن في تراثنا الشيء الكثير من الكنوز ومن الدرر التي ننتفع بها. ولكن أيها الإخوة جدد في عصرنا أقضية، ولذلك الاجتهاد الذي نريده اجتهادا صادرا من أهله وفي محله، وينبغي أن يكون اجتهادا جماعيا مؤسسيا يجمع بين فقهاء الشرع وبين خبراء العصر والواقع. وهذه هي جدلية الأصل والعصر، لأن الفقيه قد يكون عالما بالنصوص ومقاصدها، ولكنه ليس خبيرا بالواقع الذي تتنزل فيه النصوص. فنحتاج إلى خبرة الخبراء في السياسة وفي الاقتصاد وفي الاجتماع وفي التربية وفي التعليم وفي الإعلام وفي العلاقات الدولية، فهؤلاء الذين يبينون الواقع ومآلات هذا الواقع الذي تتنزل عليه تلك النصوص. ولذلك قامت فكرة المجامع الفقهية لإحياء الاجتهاد الجماعي المؤسسي الذي يجتمع فيه الخبراء فيبينون هذا الواقع، ويأتي دور الفقهاء الذين ينزلون الأحكام على مقتضى الوقائع. هذه المعادلة مطلوبة. إن الاجتهاد الجماعي المؤسس اليوم فريضة يوجبها الدين وضرورة يحتمها الواقع. ولا نقف كثيرا بحثا عن الاجتهاد الفردي الموسوعي، النظر الفرد الموسوعي الذي كان لأمثال علمائنا مثل الطبري الذي كان عالما في الحديث والتاريخ والفقه والآثار واللغة والشعر والعروض ونحو ذلك، أصبحت نادرة صحيح، وليس على الله بمستنكر أن يجمع العالم في واحد، لكن نحن نتحدث في عصر التخصص والتخصص الدقيق، ويتعذر على الإنسان أن يحيط بكل جوانب المعرفة الإنسانية وبكل دقائق الشريعة وعلومها وتفاصيلها. ولذلك كان لابد، لأنه الاجتهاد مركب من أمرين، من المعرفة بالنصوص ومقاصدها والمعرفة بالوقائع ومآلاتها، وهذا يحقق لنا خبرة الخبراء وفقه الفقهاء. وتبقى القضية الأخيرة التي نحتاج إليها أن هذا الاجتهاد يمكن أن يكون اجتهادا انتقائيا، ينتقي من بين أقوال السلف ما يراها أرعى لتحقيق المصلحة الشرعية في هذا الزمان، ويمكن أن يكون اجتهادا إنشائيا ينشئ من الفتاوى وفق مقاصد الشريعة الكلية ونصوصها الجزئية ما لم يتعرض له السلف، لأننا لا نطالبهم أن يتعرضوا لأقضية لم تتصور في أذهانهم. ويمكن أن يكون اجتهادا مركبا بين الإنشاء والانتقاء معا، فهذه سمة الاجتهاد المعاصر الذي نحتاجه اليوم. وهنا أود أن أختتم بمحطات، لأن أحس أن صديقي العالم الأديب الداعي الموفق المسدد يشير إلي بإشارات لاسلكية بالخاطر أن الوقت قد أزف، وهو يقدر أنني قد امتطيت جياد الجو من السودان، فهو يحتمل هذه المسافات الشاسعة ويتسع صدره لذلك. فأقول نريد أولا إذا صدر اجتهاد مبني على أسس شرعية لكنه خالف المعهود المستقر
لاجتهاد بيئة من البيئات أو مكان من الأمكنة أو بلد من البلاد لا ينبغي أن نحمل عليه سيف الإشهار والإنكار على وجه الحسبة، وإنما ندير حوارا غاية ما يقوله الإنسان اجتهادي صواب يحتمل الخطأ واجتهاد غيري خطأ يحتمل الصواب. ما دمت أنني لا أدعي العصمة والقداسة لاجتهاد صدر مني فكذلك لا ينبغي أن يطلب الذي يخالفني العصمة والقداسة لرأيه، لأننا نرى أن هنالك معارك تدور لا قيمة لها ولا اعتبار لها، معركة تدور بين النقاب والحجاب، وكلا الرأيين في إطار المشروع الفقهي المعتبر عند أهل العلم قديما وحديثا، ولا يستطيع أحد مهما سما قدره وعلت مكانته وتبحرت أقدامه في العلم أن يحمل الناس حملا على رأي واحد في هذه القضية التي اتسعت لها أقاويل السلف واتسعت لها دلائل النصوص. فينبغي بدل أن نسود الصفحات وأن نجعلها معارك أن نقول إن التي تحجبت لها مسوغ من الشرع، وإن التي تنقبت لها مسوغ من الشرع، وإن المطلوب من الطائفتين من المتنقبة والمتحجبة أن يجتمعا معا لهداية المتحللة السافرة إلى رحابة الهدي النبوي الكريم. هذه هي المعركة الحقيقية. معارك أخرى تدور أيضا في إطار بين الراجح والمرجوح، بين الفاضل والمفضول. يا إخواننا الآن الأمة الخيارات ليست متاحة بين الفاضل والمفضول، كيف ندرأ المفاسد؟ كيف نقلل الشرور؟ كيف نجمع الأمة على كلمة التوحيد وتوحيد الكلمة؟ كيف نحيي المصالحة الشاملة بين فعاليات الأمة؟ ليس هنالك من متسع في أن ندير معركة على الفروع وعلى الجزئيات وعلى الخلاف. نهي الصحبة في النزول بالركبة، الواحة في جلسة الاستراحة، هو في النهاية يريد أن يرجح قولا على قول. وقد استوفى علماؤنا الأقدمون بسط الكلام والخلاف في هذه المسائل. يا أخي من انشرح صدره لهذا الاجتهاد لا حرج عليه، ومن انشرح صدره لهذا الإمام فلا حرج عليه، ومن انشرح صدره لهذا المذهب المعتبر عند أهل العلم فلا حرج عليه. كنت في عندما كنت وزيرا للأوقاف وآتي في مفاوضات الحج، يعني تحدثت مع عدد من أهل العلم وقلت لهم إن الحج يعني يأمه الملايين من المسلمين ممن ينتمون إلى مذاهب مختلفة، ويفتيهم أهل بلادهم بفتاوى تختلف عن المستقر المعهود للخيار الفقهي للعلماء في المملكة العربية السعودية، ونحن نقدر الفتية التي تصدر منهم هنا، فهم أهل فقه وعلم ونظر وأهل ورع واجتهاد، وكذلك العلماء الذين تصدر منهم هذه الفتوى في تلك البلاد أهل علم ونظر وأهل اجتهاد. فينبغي أن نسعى هذه الفتاوى وهذه الاجتهادات كما فعل الإمام العظيم المبجل مالك بن أنس حين أبى لأبي جعفر المنصور أن تحمل الأمة على كتابه الموطأ قانونا تلتزم به الأمة، واعتبر أن تفرق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأمصار وأن نشرهم لعلمهم وأن أخذ التابعين لهذا العلم وما بثوه كان كافيا لأن نعترف بتعدد المدارس وبتنوع الرؤية الشرعية. فدع أهل كل بلد وما بلغهم من علم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقلت لهم لا تنكروا على نحن في السودان وفي مجمعنا الفقهي عندنا أن مزدلفة بمقدار حط الرحال، هذا هو مذهب مالك،
وأن الرمي بالنسبة لنا أخذنا بفتوى عطاء بن أبي رباح وطاووس بن كيسان اليماني، وهما من أجلة التابعين ومن تلاميذ عبد الله بن عباس في مدرسة التفسير في مكة. أخذنا بهذا ونفتي من يقدم إلى الحج من أهل بلدنا، وكذلك هنالك من ينتمي إلى المذهب الحنفي والمذهب الشافعي، فدعوا أهل كل بلد وما أفتاهم فقهاؤهم به، وهذا من التيسير ومن السعة ومن الرحمة. وأعتقد أنه بفضل الله وبعض الحوار عممت لنا وزارة الحج السعودية أنه بناء على ما تدارسه العلماء وبناء على اجتهاد بعض أهل العلم، فيمكن أن تعمم على البعثات أن الرمي قبل الزوال وارد، وعلقت لوحات على جسر الجمرات مع الجهود التي بذلتها حكومة خادم الحرمين في توسيع الشاخص الذي امتد طوله 23 متر وامتد عرضه 23 متر وارتفاعه 6 أمتار، فكان هذا توسيعا في الخدمة التي يسرت على الحجاج منسكهم، وكان هذا توسيعا في الفتوى، لأننا كنا نقول عموم البلوى من موجبات التيسير، وأن الأمر إذا ضاق اتسع، وأن المشقة تجلب التيسير. وأنا أفرق في الاجتهاد وفي الفتية بين الفتوى التي يأخذها الشاب الداعية القدوة، الشاب الفتي العزم النقي القلب القوي العقل، ما يأخذه لنفسه من أمر العزائم، وبين ما أفتي به عامة الناس: من أما الناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والمريض وذا الحاجة. وهذا نص ليس فقط في أمر الصلاة، وإنما في منهج الفتية عامة: سيروا بسير ضعفائكم. ففرحنا بهذا أيما فرح، وجدنا أن في هذا تحقيق لمقصد شرعي كبير، وهو أن نصون أرواح الناس التي تتدافع على جسر الجمرات وتزهق هذه الدماء، نصونها بهذا الفقه الذي يربط النص الجزئي بالمقصد الكلي، وحفظ الأنفس مقصد من المقاصد الشرعية الكبرى. كان هذا من السعة، لذلك ما قلنا المشقة تجلب التيسير، ما قلنا النكتة بتاعت السوداني قال ضاقت فلما استحكمت حلقاتها ضاقت مرة تانية، لا، إنما التمسنا المخرج، لأنه إذا ضاقت مرة تانية فوقعنا في هلاك وضار. فأنا أقول لا بأس إذا استقر المعهود الفقهي في بلد ما بخلاف رأي رآه أهل بلد ما، لا يجوز الإنكار على وجه الاحتساب، وإنما ندير الحوار، الحوار الذي يحفظ رحم العلم وأخوة الإسلام، فلا تشنيع ولا تقاطع ولا تهاجر ولا تدابر، ونقول كما قال الإمام الشافعي بعد أن أخذ العلم على شيخ عن شيخه مالك وألف كتابه اختلاف مالك والشافعي، ثم مع ذلك كان يقول: إذا ذكر العلماء فمالك النجم، مالك حجة الله على خلقه، ما تحت أديم السماء أصح من كتاب مالك، لولا مالك وابن عيينة لذهب العلم من الحجاز. هذا هو أدب العلماء، يختلفون ولكن الرحمة هي التي تسود بينهم. عبد الله بن المبارك سمع رجلا يتنقص من قدر أبي حنيفة لأنه استدرك على أبي حنيفة مسألة، فالرجل يعني أراد أن يستغل هذه القضية ويشن على أبي حنيفة بحضرة عبد الله بن المبارك، فقال له يا ناطح الجبل العالي ليكلمه أشفق على الرأس لا تشفق على الجبل. الذي يناطح أبا حنيفة إنما يناطح صخرة. والشافعي لما جاء إلى بغداد أخذ أحمد عنه العلم، وأحمد كان له اجتهاد يخالف شيخه، ومع ذلك قال: والله ما بت ليلة 30 سنة إلا ودعوت فيها للشافعي. قال ابنه عبد الله: يا أبتي لقد سمعتك تكثر الدعاء له، من هذا الشافعي يا أبتي؟ قال: يا بني كان الشافعي كالشمس للدنيا وكالعافية للناس، فانظر هل لهذين من خلف أو منهما عوض، ومن يك علم الشافعي إمامه فمرتعه في باحة العلم واسع. هذا أدب التلميذ مع الشيخ، وانظر إلى أدب الشيخ مع التلميذ. الشافعي غادر بغداد قال: لقد تركت بغداد وما خلفت فيها أورع
ولا أعلم ولا أهدى من أحمد بن حنبل. ثم قال: قالوا يزورك أحمد وتزوره، قلت: المكارم لا تفارق منزله، إن زارني فبفضله، أو زرته فلفضله، فالفضل في الحالين له. يعني أنا أذهب إلى بعض المكتبات وأجد عناوين فيها من التشنيع ومن الإرجاف ومن التضليل والتبديع والتفسيق والتجهيل والتكفير لأعلام من أعلام الهدى قديما وحديثا، من شباب يعني قرأ أحدهم الآية والآيتين والحديث والحديثين ثم نصب نفسه إماما للفتية، يجرح في الأقدمين والمتأخرين، لا ورع ولا أدب ولا خلق. وقلت: والله جماعة لما يتحدث عن أسلحة الدمار الشامل، هذه أسلحة الدمار الشامل، لأن تجد السيف المشهور والسيف البتار، البومب الألماني في الرد على الألباني، يعني كلها ألوان الأسلحة الفتاكة النووية والبيولوجية، لكنها متوجهة إلى صدور الدعاة وإلى أهل العلم. هذا لا يليق بأبناء الصحوة وبأبناء الدعوة إلى الله. يعني علماء الأمة هم خيارها ولحومهم مسمومة، وعادة الله في من ينتهك أقدارهم معلومة. هنالك فرق بين أن تستدرك على العالم أن ترد الاجتهاد باجتهاد أقوى من أن تبين الرأي أن تحاوره، وبين أن تقدح في علمه وفي مقامه وفي مكانته. أنا أختم بكلمة جامعة مانعة للعلامة ابن القيم رحمه الله، قالها في مفتاح دار السعادة، قال: وقد تقرر أن من أحكام الشرع، أن من حكمة الشرع وعظمة الإسلام، أن من عظمت حسناته وكثرت فضائله وخيراته وكان له في الإسلام تأثير ظاهر، فإنه يحتمل منه ما لا يحتمل من غيره، ويعفى له ما لا يعفى لغيره. فإن المعصية خبث، والماء إذا بلغ القلتين لم يحمل الخبث. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لعمر: وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. وقال في شأن عثمان حين أخرج صدقته العظيمة: ما ضر عثمان ما عمل بعدها. قال: هذا موسى كلم الله ألقى الألواح التي فيها كلامه سبحانه حتى تكسرت وتهشمت، وأخذ برأس أخيه يجره إليه، ولطم ملك الموت حتى فقأ عينه، وعاتب ربه ليلة الإسراء، قال: شاب بعث بعدي يدخل من أمته أكثر مما يدخل من أمتي، ومع ذلك كان في المقام الأرفع والمحل الأسنى. وإذا الحبيب أتى بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفيع، وإن يكن الفعل الذي ساء واحدا فأفعاله اللائي سررن كثيرا. فنحن نريد من شباب الدعوة أن يحترم علماء الأمة، ونريد من العلماء أن يقدموا أيضا نموذجا لفقه الائتلاف في إحياء القواسم المشتركة وما أكثرها، وأن يقدموا أدب الاختلاف في المختلف عليه في موارد الاجتهاد. فالأمر فيه سعة، والأمر فيه رحمة، والأمر فيه تيسير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله. جزا الله صاحب المعالي الشيخ الدكتور عصام البشير خير الجزاء على ما أمتع به وأجاد وأفاد، أسأل الله أن يكتبه في موازين عمله الصالح يوم يلقى ربه، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. حقيقة ما وجدنا أن الشيخ يسكت، ويا شبيه البدر نورا وسنا، رحم الله زمانا أطلعك، إيط الليل يا يوما فلكا بت أشكو قصر الليل معك. طلب المداخلات كثيرة والأسئلة أكثر وأكثر، ولعل من الأسئلة ما تكرر وبعضها ما ليس في صميم أو صلب موضوعنا، فليعذرني الإخوة إذا لم نجد وقتا كافيا لطرح كل ما أوردوه. نبدأ بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد القدوس أبو صالح، له تعليق فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين. تأخرت في تقديمي رجاء التعليق لأسمع ما يقوله المختصون، فأنا لست من الفقه في شيء،
لكن شيئا دفعني إلى أن أعلق، يعني صدى لما أحس أنه في قلوبي لإخوة جميعا، فأقول ما أطيب هذا الكلام وما أرصنه وما أجله. ما سمعت مرة هذا العالم الداعية الأديب الشاعر ذو الذاكرة الطيبة ذو المنهج، ما سمعته له مرة إلا رأيتني متعلقا بكل ما يقوله كلمة كلمة. ومقياس المحاضر عندي أن المحاضر أحيانا وخاصة إذا أطال أسهو أغرب وأشرخ وأنا شاخص إليه، لكن هذا الرجل الذي آتاه الله ما آتاه من العلم والفضل والبيان يجذب القلوب ثم يجذب العقول أيضا، ثم هذا المنهج الذي نرجو أن تجتمع عليه الأمة. الأمة أعداؤها، وقد قلت مرة في هذا المقام يعني نادرة، وما بأس أن أعيدها ليسمع هذا الشباب الطيب، يقولون كانت السمكة الكبيرة تعلم السمكة ابنتها الصغيرة، فقالت لها يا بنيتي إذا رأيت خيطا في الماء وفي آخره قطعة لحم أو قطعة خبز فهذه، ما أكملت الجملة حتى اضطرب الماء، فقالت لها ما هذا يا أمي؟ قالت هذه شبكة الصيادة ستأخذك أنت وأمك. هذه الأمة يا أخوان الآن أمام العدوان المبيت لها، أمام الأحقاد. الآن لم تعد الحرب بين أمريكا وروسيا، الحرب بين أمريكا. كان الرجل البشع هو الشيوعي، الآن الرجل البشع يصور أنه المسلم صاحب الرسالة الإلهية. وما وأمة الإسلام مقسمة، مقسمة في كل قديم وحديث، أصالة وحداثة، قومية وإسلامية، أشياء اختلاف الفقهاء. وهذه الأشياء التي أشار إليها شيخنا الجليل، يعني كيف أما آن لنا أن نعمد إلى هذا الذي بشر به، وبشر به مؤتمر مكة القريب، أن نكون نحن كما أراد منا الله أمة الوطن، نتقارب نتفاهم نتحاور. ولكننا من المؤسف أننا نحمل من العداء لبعضنا بما لا يقل عن عداء أعدائنا لنا، فإلى أين المصير وأنتم أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ إذا ضاعت أمة محمد، من لهذا الإسلام؟ من لدين الله؟ من لهذه الإنسانية الضائعة التي تسرع إلى حتفها إسراع الفرس الهائج؟ ما أعظم هذا الكلام، ما أطيبه. جزاك الله خيرا يا شيخنا الجليل، ونفع بك ومد في عمرك، والسلام عليكم. عليكم السلام. شكرا صاحب الفضيلة. التعليق لفضيلة قاضي ديوان المظالم الدكتور عبد المحسن الزكري، فليتفضل. الحمد لله. وبعد أثني ما قال فضيلة الأستاذ الدكتور جزارة الثناء على المحاضرة، على المحاضرة، على المقدم، على المركز الذي استضافهم، وأؤكد بالنسبة للفئة التي أشار عليها فضيلة معالي الدكتور عصام، قضية النشاز الذين يتعدون على العلماء، هم أشواك نبتت على جانبي الطريق فلم تسلك الطريق، ولو سلكته وهي أشواك لوطئها الناس، لكنهم على جانب الطريق وهم قلة، كالخونة في الأطباء أو في رجال الأمن أو في الساسة أو في غيرهم، قلة وينفضح أمرهم ولا يدومون في هذا الطريق. تنبيه على مسألة الفراغ التشريعي، هذه لا توجد في الشريعة، توجد في القوانين، لأنها لا زالت قاصرة في تصور المستقبل، فبالتالي تحدث حوادث ووقائع لا يوجد قاعدة قانونية أو نص قانوني يحكمها. أما في الشريعة بعد اليوم أكملت لكم دينكم فلا يوجد، وإنما هو تقصير العلماء أحيانا في الاجتهاد وفي إظهار الحكم الشرعي. أما فراغ التشريعي فأظن أن هذه العبارة قد لا تناسب. الأمر الذي أنبه إليه أن هذه المحاضرة قيمة جدا، ربما ضيق الوقت مع فضيلة المحاضر لم يعطيه فرصة أيضا لاستيعاب بعض مسائلها، والتي أؤكد عليها وهي احترام المدارس الفقهية والحدود الإقليمية لها. كما أن المدارس عندنا مثلا في السعودية مدرسة تحفيظ القرآن الكريم، مدرسة قسم علمي أدبي، معاهد مهنية، معاهد صحية، كل معهد له نظامه وضوابطه وزيه وإدارته، ولا يليق بطالب أن يحتج أن هذه توجد في نفس البلد. بل حتى القوانين المعاصرة مثلا أمريكا عدة ولايات، ولكل ولاية أحيانا قانونها الجنائي وقانونها الإداري واختلاف شاسع جدا جدا بين هذه الولايات في قوانينها وأنظمتها، ومع ذلك تعيش في حكم فيدرالي يجمعها جميعا. فكذلك نحن المسلمين ينبغي أن تجمعنا مجامع فقهية في قضايا الأمة العامة
الهيئات العلمية، كبار العلماء أو المجالس التشريعية العلمية الشرعية في الدول الإسلامية، كل دولة عندها مفتين وعلماء يفتون في قضايا التمس عموم المجتمع في حدودهم الإقليمية، ثم تبقى قضايا التعبد الشخصي في منزله وفي حاله الشخصية مما لا يمس المظهر العام، حتى لا يحصل هناك فوضى في الانقياد للعلماء، وبالتالي فوضى في المعاملات وفوضى في جميع أمور الناس. فبالتالي احترام حدود المدرسة الفقهية، وهذه أكد عليها أكثر ما أكد عليها المالكية في كتبهم، وخاصة الأندلسيين وأهل شمال إفريقيا، وتوجد عند ابن شريس وغيره أكدوها كثيرا. الأمر الذي ينبه لعظمة الشريعة وقصور للأسف علماء الشريعة في تعلم مصطلحات القانون المعاصر، أو قصور قسام الأنظمة خاصة عندما نرجع ابن سعود، أتمنى أن يكثفوا من الكتب الفقهية الشرعية في مقاصد الشريعة وقواعدها وأصولها، وكذلك في كتب الفقه يعرفون المغني ويعرفون غيرها من كتب الفقه المقارن حتى يعرفوا عظمة الشريعة. الانفصام النكد خاصة عندنا هنا، طلاب الشريعة لا يعرفون الأنظمة والقوانين ولا مصطلحاتها، وطلاب القانون لا يعرفون الشريعة بتاتا، فبالتالي لا يستطيعون التفاهم والحوار أو الوصول الحق، وإلا لتبين لهم عظمة الشريعة وسبقها في كثير من المسائل. تغير الأحكام بتغير الزمان والمكان ليس قضية رجوع عن الحكم السابق، بقدر ما هو حال جديد تستحق هذا الحكم الجديد، ولو وجد تلك الحال السابقة لرجع إلى الحكم السابق، فليست رجوعا من العالم. قد يحصل حين رجوع وتطور في اجتهاد العالم وإنسان بشر ويتغير فتوى لورود نصوص أو فهم لها وتطوره أو غير ذلك من الأمور. الفرق بين القضاء والفتوى والسلطات في الدولة، يعني ذلك أشار إليها فضيلة الدكتور، وأشار أظن ابن عاشور في مقاصد الشريعة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان ربما يحمل إلى أكثر من 20 صفة، لكن السلطات في الدولة السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والإدارية والسلطة القضائية، فهذه في فرق. فالقضاة عندنا يجتهدون في المنازعات تحدث عندهم وفقا لقواعد الشريعة ومقاصدها وأنظمة الدولة في هذه القضايا. وإحدى الجرائد قبل أيام شهرت بالقضاء أن حكم على شخص أنه بالسجن وكذا، ثم بعد 4 سنوات تبنى أيانا أنه غير القاتل. وفي لوس أنجلوس، وأنا أروي بالسند للقضاء هذه دائما، يحدثنا أحد الإخوة الأمريكيين يقول شخص أو أشخاص جلسوا أكثر من 30 سنة ثم تبين أنهم ليسوا القتلة. وأنا أريد دائما أن أؤكد أن القضاء الشرعي وطلبة علم الشريعة أرحم وألطف بالناس، والقوانين التي يسعون إليها هي تقيد القاضي وتتعب الخصم أو المتهم أو المدعى عليه وتجعله في عنت، لا يمكن القاضي من التخفيف عليه أو رحمته بسبب هذا القانون أو هذا النظام. ثم هي وآخر شيء قضية أيضا أب يحدثني من أمريكا، حكم على ولد بسبب حادث خطأ عمره 19 سنة لأن أصله عربي أو أصله مسلم، مباشرة أشاعت الصحف القضية، فجمع محلفين اللي هو حلال طبار، يعني قصدي غير متخصصين في القانون والأنظمة وليس احتقارا لهم، فحكموا على أنه قاصد القتل، طفلة ماتت في السيارة الأخرى قاصد القتل ويستحق السجن المؤبد، فيضطر لإخراجه بكفالة $1,000,000، مع أن في 24 حادثة مشابهة يخرجون $20,000 $10,000، الأب لا زال ربما موجود في المملكة الآن، ويضطر إلى وضع محامي $300,000. لو كانت هذه مثل هذه الأنظمة والقوانين عندنا في السعودية، من يستطيع أن يخرج ابنه؟ من هو المتهم الذي يخرج بريئا؟ أنا لا أطيل عليكم وجزاكم الله خيرا. شكرا للدكتور. أود أن ننبه لأن الكلام في أمريكا من الكبائر يا شيخ، فهذه واحدة. الثانية، الكلام في الدعوة والمشايخ والمفتين هذا فرض كفاية، وإذا قام به البعض سقط عن الباقي. هنا مداخلة لدكتور عبد الله السعيدي فليتفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشكر معالي الدكتور عصام البشير على محاضرته الماتعة الشائقة وعلى لغته الراقية الرائقة، وقد توقف عند كثير من المحطات نحتاج إلى أن نتوقف معه عندها، لكن وقت لا يسعفنا وقد أسعفه، فسأكتفي بواحدة ولعل غيري يتولى الباقي. كان مما تكلم عنه معالي أن موارد الاجتهاد التي يسوغ فيها الخلاف لا يعد الخلاف فيها جدلا ممقوتا، ونحن نوافقه في ذلك، لكن يقول كان بودي أنه ما غادرها دون أن يشير إلى الفرضيات التي يمكن أن يتنزل عليها هذا الخلاف، فإن الأقوال بالنسبة لهذا إما أن تكون الأدلة فيها متكافئة، أو أن يكون أحدها راجحا والثاني مرجوحا،
أو أن يكون أحدها قويا والآخر ضعيفا، فهل كلها على حد سواء؟ ثم إني أريد أن أذكر بإزاء هذا أقوالا عن بعض السلف، أسأل ما موقعها بالنسبة لما نحن فيه. فقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لمن خلفه في بعض مسائل المواريث: من شاءني باهلته إن الفرائض لا تعود. وجاء عنه قوله: ألا يتقي الله زيد يجعل ابن لابن ابنا ولا يجعل أبا الأبي أبا، وغير ذلك كثير. ثم إني أقول مع احترامي لما قيل وقناعتي به، إلا إني أقول أرى الناس اليوم قد توجهوا إلى ثقافة جديدة، هي أننا نسرف في جلد ذواتنا. صحيح أنه مطلوب منا أن نقوم ونقيم أنفسنا، لا نماري في هذا، لكن لا ينبغي أن يصل هذا إلى حد جلد الذات والتنكر لما مضى، وكأنما نحن فيه ليس له سلف. أوليست ألفت كثير من الردود بين كثير من العلماء السابقين واللاحقين واتسعت صدورهم لهذا؟ إذا ما نطلب فيه أيضا هو أن تتسع صدورنا للرد وللنقد طالما أن المسألة هي مورد اجتهاد. شكرا لكم والسلام عليكم. شكرا دكتور. المداخلة الرابعة والأخيرة، ثم نترك التعليق لمعالي الشيخ الأستاذ بدر المقحم. أرجو مراعاة الوقت والاختصار وعدم الإطالة. معنا مداخلة باقية أيضا، بعدك مداخل حسب ورود المداخلات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. بداية أشكر لمعالي الدكتور عصام البشير على هذه المحاضرة القيمة التي أمتعنا فيها واستمتعنا بها، ثم نشكر كل القائمين على هذه المحاضرة الطيبة. طبعا أنا الحقيقة يعني خرجت بتصور من خلال هذه المحاضرة القيمة أمرين. الأمر الأول أن الاختلاف سنة كونية حسب الشواهد القرآنية، والتصور الثاني أن الحقيقة لا يملكها أحد لأن الله هو الحق. من هذا التصورين لابد الحقيقة أن يتم خوض غمار الاجتهاد الذي يتغير باختلاف الزمان والعصر. سؤال الحقيقة ينحصر في التالي: الاجتهاد، ما هي آلية الاجتهاد؟ بمعنى، هل في هذا الزمن، زمن المتغيرات وزمن الاختلاف وزمن ما يسمى بالديمقراطية وزمن ما يسمى بالعولمة، هل هناك آلية للاجتهاد تتناسب مع عصرنا الحاضر؟ وما هو شروط المجتهدين؟ وهل الاجتهاد في المسألة التي تعرض على المجتهد ملزمة أو غير ملزمة؟ ومدى مساحة الاستقلال للمجتهد؟ هل هناك حيز للمجتهد بحيث أنه يبدي ما يراه مناسبا أو لا؟ شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. وأضيف إلى ما ذكرته، هل يملك رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقيقة أم لا؟ قولنا أنه لا يملك الحقيقة أحد يحتاج هذا إلى ضبط، ولعلك قصدت خيرا، يمكن الوقت ضيق وندع التعليق لفضيلة الشيخ. المداخلة الخامسة والأخيرة عفوا، الأستاذ محمد بن ناصر الأسمري فليتفضل. شكرا جزيلا، بارك الله فيك يا شيخ وأحسن إليك، وأرى محياك بأنوار نورانية إن شاء الله، ولكننا في لغتنا الدارجة نقول بيض الله وجهك، وأنت رجل أسمر فأضاء الله وجهك.
أشكرك شكرا جزيلا على 80 دقيقة التي استمعنا إليك فيها وبسرعة. يعني ألا تعتقد أن الاعتبارات 5 التي أشرت إليها هي ما تعارف عليه علماء التفسير أنها هي المعتبرة في تفسير الكتاب الحكيم؟ السؤال الثاني، هل تعدد المرجعية في الأقطار الإسلامية عامل مساعد للتعدد أم معطل للتعدد في الرؤية الشرعية، أم أن ذلك تناقض وتنافر؟ السؤال الثاني، هل ترى أو تعتقد أن مؤتمر القمة الاستثنائي الذي انتهى منذ أيام في مكة المكرمة في قراره بتوحيد المرجعية سوف يقضي على ما أسلفت؟ نرى الاجتهادات في الأحكام التعزير ما يتجاوز حد الحدود في الزنا وشرب الخمر بمضاعفات هائلة، كيف يمكن أن توفق بين هذا التعزير الذي يتجاوز حكم الحدود؟ شكرا جزيلا. شكرا لك على الاختصار. ندع الفرصة لمعالي الشيخ، تفضل. شكرا، والشكر موصول للمشايخ والأساتذة الأفاضل على ما أثروا به. بالنسبة لمفهوم الفراغ التشريعي، هو الحديث نص على المسكوت عنه، وهذا مصطلح درج عليه القانونيون. يعني المسكوت عنه، الحديث ذكر 3 أشياء، إنه في حلال حله الله، وفي حرام، وفي مسكوت عنه. المسكوت عنه منطقة عفو. المصطلح القانوني يطلق عليه بالفراغ التشريعي، ونحن أهل الأصول والفقهاء يقولون النصوص متناهية والحوادث متجددة والتجارب في اضطراب، ولذلك لا يمكن أن نعالج كل قضايا الأمة التي تطرأ من خلال نصوص جزئية، إنما تأتي آلة الاجتهاد، فآلة الاجتهاد تملأ هذا الفراغ في المسكوت عنه. بالنسبة لاحترام المدارس الفقهية في كل بلد، أنا أتفق، يعني ضروري نحن نراعي كل بيئة وملابساتها وظروفها. وهنا الحقيقة يعني يدخل أيضا ما تفضل به فضيلة الشيخ أيضا في قضية الاختلاف الذي تتكافأ فيه الأدلة، أو أحيانا يكون في راجح ومرجوح. أحيانا في بلد ما، في بيئة ما، لدرء مفاسد ولجلب مصالح معتبرة شرعا، نأخذ بالمرجوح مع وجود الراجح، ونأخذ بالمفضول مع وجود الفاضل، دفعا لمفسدة وتحقيقا لمصلحة. وهذا نص عليه الأئمة حتى في مسائل التعبد، قالوا لو كان هنالك إمامان أحدهما ماهر بالقرآن فقيه بأحكام الصلاة لا تأتلف عليه قلوب المصلين، وآخر أقل منه فقها وعلما ولكن تجتمع عليه كلمة يقدم المفضول مع وجود الفاضل، لأن مصلحة تأليف قلوب المصلين مقدمة على كثرة معرفته وتضلعه في الفقه. هذا أمر يعني أيضا مذكور في هذه المسائل. و فأنا مع احترام المدارس، لكن أيضا ينبغي كذلك إذا ما وطئت أقدامنا إلى بيئات أخرى، في إطار احترام هذا التخصص، أن نراعي طبيعة هذه البيئات. أنا أجد دعاة يذهبون من المشرق العربي عامة، أقصد المشرق يعني ما عدا البلاد الأوروبية، المشرق والمغرب، ويذهبون إلى الأقليات المسلمة التي تعيش في بلاد الغرب، وهم لا يعرفون أولويات الدعوة في تلك البلاد، ولا يعرفون التحديات التي تواجه الأقليات في تلك البلاد، ولا يدركون لغة القوم، ثم يفتون هؤلاء هذه الأقليات بما يوقعهم في المثغبة والشدة والحرج الذي يتنافى مع مقاصد الشريعة ومقتضيات الدين. هذا نتيجة الخلل في فهم البيئة التي يأتي الإنسان إليها. ولذلك نشأت مجامع فقهية صغيرة في محاولة أن تجيب على مشاكل الأقليات التي بعض هؤلاء الدعاة ما يتصورونها، فضلا عن أن يدركوا الأحكام المتعلقة بها. وأنا أذكر مثالا، جاء
بعض الشباب الذي أسلم حديثا، وشاب بقي أبواه على الكفر وسأل هل هنالك من مندوحة شرعية في أن يرث مال أبيه غير المسلم؟ المتقرر المعهود في الفقه أنه لا توارث بين أهل ملتين، قرأنا هذا في المنظومة الرحبية، ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف دين، فافهم فليس الشك كاليقين. والحديث الصحيح الصريح: لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم. طيب، كنا نبحث، بحثنا، وجدنا الإمام ابن القيم في كتاب أحكام أهل الذمة توسع في هذه القضية توسع، لذلك أنا لما أقول في التراث درر وكنوز مخبوءة لا بد من الاطلاع عليها، لأنها أيضا تفيدنا في الاجتهاد الانتقائي لتحديات العصر. وجدنا أن ابن القيم وأن شيخه ابن تيمية يرجحان أن يرث المسلم من غير أبيه المسلم، ويحملان حديث لا يرث المسلم الكافر على أنه الكافر الحربي وليس المسالم. فوجدنا مخرجا فقهيا قال به معاذ بن جبل أعلم الأمة بالحلال والحرام، وقال به معاوية بن أبي سفيان، وقال به يحيى بن معمر، وقال به جل من التابعين ومن تابع التابعين ومن أئمة الهدى من سلف الأمة، لكنه كان رأيا مغمورا، يعني ليس مشهورا. ووجدنا في هذا الرأي ما يبقي على إسلام هذا الرجل الذي لم يخالط الإمام بشاشة قلبه وكاد أن يفتن في دينه، فأبقينا على إسلامه وأبقينا له هذه الثروة التي يتقوى بها على دينه. أعتقد أن في هذا متسع، فيعني الحكم على الشيء فرع عن تصوره، ولذلك مهم جدا لمن يأتي إلى تلك البلاد أن يتعرف على أحوالها وظروفها ومشكلاتها، وأن يعينهم بما يحفظ عليهم دينهم من صيدلية الشريعة وفي ظل المناهج المعتبرة عند أهل العلم. فهذه بالنسبة لخصوصية كل بلد، وأيضا الحوار يتم بين علماء، لأن هنالك قضايا تهم الأمة الإسلامية، وهنالك قضايا التعبد الشخصي. صحيح كل إنسان يأخذ بما يطمئن إليه قلبه وبما يطمئن إليه بفتوى مفتيه، ولكن هنالك قضايا عمت بها البلوى في قضايا الحج. الحج لا يخص أهل بلد بعينه، لا يخص أهل المملكة ولا يخص أهل السودان ولا أهل مصر وحدهم، يخص أهل ملة الإسلام جميعا. وبالتالي حينما تتنوع الفتاوى، وهنا رد على من تحدث عن التعددية، تعدد المرجعيات، أنا أقول التعددية إذا كانت تعددية التنوع هذا يشكل عامل إثراء وخصوبة. الخطورة في تعددية التضاد والتشاحن، ما دام الشريعة وسعت بمقاصدها ونصوصها هذا الخلاف، وما دام هذا الخلاف مورده بين أهل العلم والنظر وفيه توسع على الأمة، لا حرج، لا حرج. ويعني هنالك رخص ابن عباس، هدايد ابن عمر، شوارد ابن مسعود، ظاهرية ابن حزم، قاصدية الشاطبي، أثرية ابن حنبل، فقه أبي حنيفة، كل هذا من عامل الثراء. نحن نجد في المذهب الواحد قول المتأخرين وقول المتقدمين، ونجد المشهور في المذهب وراجح المذهب ومرجوح المذهب في المذهب الواحد، وهنالك من أوصل للإمام أحمد سبعة أقوال في المسألة الواحدة. الأمر فيه سعة، ما ينبغي أن نضيق على الناس وأن نحملهم على رأي واحد في مثل هذه المسائل. بالنسبة لقضية تغير الأحكام، طبعا هذه قاعدة الفقهاء المحققين مثل القرافي وابن القيم والعز بن عبد السلام والشاطبي فرقوا بين الأحكام الثابتة والأحكام المتغيرة، وقالوا الأحكام المتغيرة هي التي بنيت على المصالح، والمصالح تتغير، أو بنيت على العلل الظرفية، والعلل الظرفية تتغير، أو بنيت على الأعراف. ولذلك ابن عابدين سمى رسالته نشر العرف فيما بني من الأحكام على العرف، والعرف قد يتغير. وأحيانا مثل العلل الظرفية، النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث، هذا ليس حكما مطلقا، وإنما حكم بني على علة ظرفية، والعلة الظرفية هي الدافة التي وفدت على المدينة. فكان ليس من الطبيعي أن يفد قوم يحتاجون إلى من يضيفهم، يقدم لهم القرى والطعام فيدخر الطعام. قال بعد ذلك
إنما نهيتكم من أجل الدافة فكلوا وادخروا. يعني إذا لم تكن هنالك دافة فالأصل ألا يلقى بالطعام على قارعة الطريق إذا لم يكن هنالك من هو محتاج إليه. فهذه هي بالنسبة لي. أما بالنسبة للعالم، العالم يمكن أن يغير اجتهاده بناء على ما جد له من النصوص، وبناء أيضا على تغير الأحوال التي أوجدت عليه أن يفتي مثلا بالأحوط هنا وبالأيسر هنا مراعاة لأحوال البيئة. وأنا أعتقد أيها الإخوة هنالك فرق بين فقه الدولة وبين فقه الفرد وبين فقه الجماعة. يسعى الدولة ما لا يسعى الفرد، ويسعى الفرد ما لا يسعى الدولة. الآن الضرورة التي تتعلق بالفرد كأكل الميت وأكل الخنزير حينما يكون على شفا الهلاك، أما ضرورات الدولة تختلف. ونحن في مجمع الفقه في السودان بحثنا، وجدنا أن الخدمات الضرورية التي تتعلق بالتعليم وبالصحة وبالكهرباء وبالمياه وبالمواصلات كلها من ضرورات الدولة. هذا ليس لا يتصل بالفرد. واجب الدولة أن تنشر التعليم وأن تجعله حقا مشاعا لكل، حتى تزيل هذه الأمية. فهذا فرض عين ومن الضرورات الملحة التي لا يستقيم حال الأمة إلا بها. ثم وجدنا أن الأحكام أحيانا، يعني مثلا نصاب الزكاة، الفقهاء يقولون إن الزكاة يكون المال فيه فاضلا عن الحاجات الأساسية بالنسبة للإنسان. الحاجات تختلف باختلاف البيئات. زمان في قرى نائية ما كانت فيها الكهرباء، لا المكيف كان يعتبر ضرورة، ولا الثلاجة كانت تعتبر ضرورة، ولا السيارة تعتبر. الآن في المدن هذه من لوازم الحياة الأساسية بالنسبة للإنسان، ولذلك لا بد أن تحتسب فيما هو ما يحتاجه إليه الإنسان من ضروريات حياته ومما ينفقه على نفسه وعلى أهل بيته. هذه أثرت أيضا في الحكم الشرعي. فلذلك يعني كل هذه المسائل ينبغي أن يرى. نحن مع نقد الذات ولسنا مع جلد الذات. جلد الذات يؤدي إلى اليأس والقنوط، ولكن نحن مع نقد الذات، النقد الذي يبني على المكتسب الإيجابي، ونحن مع الردود، لكن الردود العلمية الموضوعية التي تقوم على الأساس العلمي والمنهجي، وأن نفرق بين نقد الفكرة وبين نقد الشخص، أن نتوجه إليه بالطعن في نيته في مقصده في فكره. هذا هو الخطأ. يعني للأسف الناس دائما يتجهون إلى التشخيص وإلى شخصنة القضايا. نحن مع الرد العلمي الموضوعي، ولا أحد ينكر، وهذا دأب المتقدمين والمتأخرين أن يستدرك بعضهم على بعض، لكن المحافظة كما قلنا على فقه الاختلاف. الأخ الكريم تحدث الاختلاف سنة كونية. نعم، الاختلاف سنة من سنن الله في الكون الطبيعي، وسنة من سنن الله في المجتمع البشري، ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. لكن نحن نتحدث في الاختلاف في دائرة الملة الإسلامية أهل القبلة. نقول الخلاف حول الأصول لا يجوز، الخلاف حول الثوابت لا يجوز، الخلاف الذي يضعف شوكة الأمة ويؤدي إلى الفشل وإلى ذهاب الريح لا يجوز. لكن الخلاف الذي هو من قبيل اختلاف التنوع وليس اختلاف التضاد هو هذا الخلاف السائغ المقبول الذي يرد في موارده الطبيعية ويصب في خانة المعاني. الحقيقة لا يملكها أحد، طبعا هذا غير صحيح، لكن طبعا هذه المسألة فيها إشكال. نبينا صلى الله عليه وسلم هو موحى إليه وهو مبلغ عن ربه عز وجل، وهو لا يقر على خطأ. لكن نشأ خلاف بين المحققين من الأصوليين، هل كل مجتهد مصيب؟ هنالك مدرسة في الأصول تسمى المصوبة، وهي التي تعتقد أن الحق هو ما انتهى إليه اجتهاد المجتهد، والآخرون يقولون لا، هنالك صواب وخطأ، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا أخطأ فله أجر. وأنا مع هذا أن هنالك صواب وخطأ، ولكن السؤال في المسائل التي تحتملها دلائل النصوص وظنيات الأحكام، من يجزم بأن الاجتهاد الذي اجتهده فلان أو زيد من الناس هو الحق الموافق للحق المطلق في علم الله؟ هذا لا يجزم به أحد. ولذلك نحن نعتقد أن في كل مسألة صوابا وخطأ،
لكن في غير المسائل المنصوص عليها على وجه القطع واليقين غاية ما يفعله الإنسان أن يغلب الظن الراجح بصواب رأيه والظن المرجوح بخطأ غيره، لا يملك أكثر من ذلك، لكن لا يستطيع أن يجزم بأن رأي ابن تيمية ولا ابن القيم هو الحق الذي يوافق علم الله تعالى، لأن هذا يعني غائب عن البشر. فهذه مسألة ينبغي أن لا يقع فيها الخلط بين قولنا أن هنالك صواب وخطأ وبين اعتقادنا أن في اجتهاد المجتهد هو الحق الذي يتطابق مع علم الله عز وجل. ولذلك يعني أبو حنيفة لما سئل أهذا الحق الذي ارتأيته هل هو الحق الذي لا باطل معه؟ قال لعله الباطل الذي لا حق معه، أعطى مساحة للآخر. وهذا معنى قول الشافعي اجتهادي صواب يحتمل الخطأ واجتهاد غير خطأ يحتمل الصواب، وهو معنى قوله أنه لما ألف الرسالة أن في كتابه ما يرجع عن إما في حياته أو بعد مواته، لأن الله تعالى يقول لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. آلية الاجتهاد أنا قلت إنه الأقرب إلى طبيعة العصر أن يكون الاجتهاد جماعيا مؤسسيا يجمع بين فقه الفقهاء وخبراء الواقع والعصر، وهذا هو الذي تعتمده صيغة المجامع الفقهية الموجودة اليوم. لا حرج من أن تكون هنالك مجامع محلية وأن يكون هنالك مرجعية، وهي ما دعا إليها المؤتمر القمة الاستثنائي، مرجعية تنظر في قضايا الأمة الكبرى المصيرية المشتركة التي لا تختلف باختلاف البيئات والزمان، حتى نقطع الطريق على أدعياء الفتوى وهم عاطلون عن أدواتها. وهذه مسألة الآن غدت ملحة وغدت ضرورية، لأنها مسألة متعلقة بالأمن، الأمن والسلام لدولنا وأوطاننا وأعراضنا ودمائنا وأنفسنا، وينبغي أن نتقدم في هذا بجرأة، والعلماء ينبغي أن يملكوا زمام الفتية في هذا الأمر حتى نقطع الطريق على الرويبضة الذين يتصدرون للفتية وهم ليسوا لها بأهل. شكرا. شكرا معالي الشيخ. سؤال يقول: شكر الله لمعاليكم هذا البيان الممتع والطرح المقنع، ولدي سؤال: نرى في تاريخ الأمة وواقعها توسعة في التعددية الفقهية والثقافية بل حتى العقدية، بينما تحارب التعددية السياسية سواء في الرؤية المخالفة لولاة الأمر أو التعددية الحزبية المنضبطة، مع كونها سببا في استقرار دول الغرب بسبب تداول السلطة وعدم الإحساس بالإرهاب من قبل السلطة إذا خالف الإنسان رأي السلطة، فما سر الحرمان من التعددية السياسية ومحاربتها في التراث والواقع، بينما التعددية الفقهية يتسع المجال لها حتى وإن كانت سببا في النزاع والقتال؟ شوف، نفرق بين أمرين. الأمة عرفت أن ألوانا من التعددية، بمعنى التنوع، التنوع في الفكر، في الدعوة وأساليبها ومناهجها وأولوياتها، في الفقه ومذاهبه ومدارسه، في أصول الفقه، في الحديث، في التفسير، في اللغة، وحتى في القانون عرفنا المدرسة المضيقة والمدرسة الموسعة، كل هذه ألوان عرفتها، حتى المدارس السياسية عرفت. لكن أنا أريد أن أفرق بين أمرين، بين المبادئ وبين الآليات التي تخدم هذه المبادئ. يعني إذا قلنا في أمر الحكم في الإسلام، ما هي المبادئ وما هي الآليات؟ نقول المبادئ التي تحكم أمر الحكم في الإسلام سبعة. المبدأ الأول أن الشريعة هي مصدر النظام القانوني، المرجعية الحاكمة للقانون وللتشريع وللقيم وللعقائد الشريعة. المبدأ الثاني أن الأمة مصدر السلطة، بمعنى حق اختيار الحاكم ومراقبة أدائه حق مفعول للأمة، أن الحاكم يأتي برضاها وفق بيعة حرة رضائية. لذلك قال: وأولي الأمر منكم، ينبع باختياركم ورضاكم. المبدأ الثالث مبدأ العدل، وقالوا إن الدنيا تدوم مع العدل ولا تدوم مع الظلم، وهذا مستقر. المبدأ الرابع مبدأ الشورى. المبدأ الخامس مبدأ كفالة الحقوق والحريات. المبدأ السادس مبدأ مساواة الجميع أمام القانون. والمبدأ الثامن هو مبدأ كفالة حقوق غير المسلمين الذين يشكلون جزءا من رعية الدولة المسلمة. كيف نطبق هذه المبادئ؟ تطبيق هذه المبادئ هل تكون في تعددية سياسية؟ هل يكون
في نظام رئاسي جمهوري ملكية دستورية برلماني رئاسي مشكل بين، لأنه عندنا في النظام الرئاسي صورة النظام الفرنسي فيه رئيس جمهورية ورئيس وزراء، وهنالك النظام الرئاسي الجمهوري الموجود في الولايات المتحدة الأمريكية، وهنالك ملكية دستورية، وهنالك أنماط، هذه كلها آليات لتطبيق المبادئ. الإسلام لا يلزمنا بآلية واحدة، جعل في هذا الأمر مندوحة وسعة. المطلوب من هذه الآلية أن تحقق أمرين، أن تحقق مقاصد الشرع وأن ترعى مصالح الخلق. فإذا حققت هذه الآلية المقصد الشرعي وحق ورعت مصالح العباد فتم شرع الله ودينه. وبالتالي نحن نقول إنه قد تكون بعض صور التطبيق لهذه المبادئ في السودان غير صور التطبيق التي تكون في المملكة، غير صور التطبيق التي تكون في مصر، غير صور التطبيق التي تكون في باكستان، في تركيا، في أوروبا. هذه الآليات والأشكال فيها من السعة، فيها من المروءة، لأنه في بعض البيئات قد يوجد فيها تعدد مذهبي وطائفي، بعض البيئات كل أهلها مسلمون، بعض البيئات مسلمون وغير مسلمين. احنا في السودان عندنا المسلمين وعندنا النصارى وعندنا الوثنيين، عندنا أكثر من 500 قبيلة، عندنا أكثر من 500 لهجة. هذا الواقع يفرض علينا لونا معينا من الآليات، ليس بالضرورة أن يكون هو الذي يناسب. هنا نظام في قضية الأمر بالمعروف أنها عن منكر قائم على نظام الحسبة بآليات معروفة، نحن ارتضينا نظاما آخر في 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 السودان في التطبيق بما يتسق مع بيئتنا وظرفنا، مع التسليم بالمبدأ الذي يقوم عليه الأمر هنا، ولكن الآليات اختلفت، وهذا من السعة في الدين. حتى الذي ورد في سنة الخلفاء الراشدين وفي تجارب الأمة الإسلامية في العهد الأموي والعهد العباسي يفيد المشروعية ولكنه لا يفيد الإلزام. والدليل على ذلك أن صيغة اختيار الخلفاء اختلفت من صيغة أبي بكر إلى عمر إلى عثمان رضي الله إلى علي رضي الله عنهم جميعا، مما يدل على سعة الأمر عند الشريعة في هذه المسألة. لكن الأمر محكوم بأن الأمر يتم وفق رضا المحكومين، وفق بيعة حرة رضائية. هذه البيعة تتم عبر أهل الحل والعقد، تتم عبر صندوق الاختراع، تتم عبر استفتاء عام. هذه كلها آليات نحقق بها هذا المبدأ. كيف نحققه؟ نرعى هذين الأمرين، مقاصد الشرع ومصالح الخلق. وبالتالي يعني ينبغي أن ندير حوارا بما هو أصلح لكل بيئة وأرعى لكل ظرف، ما دمنا نلتزم بهذا السقف الشرعي في هذه المسألة. فما يأتي واحد يقول والله التعددية السياسية تحرم في الإسلام، ولا يأتي إنسان آخر ويقول إن التعددية السياسية هي بدعة لا تجوز. كلا الرأيين خطأ. هذه آلية من الآليات، لأنه نحن أقرينا التعددية بمعنى التنوع في الفكر. وكما قال بعضهم الـ 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 الأحزاب ممكن أن تكون هي مذاهب في السياسة، كما أن المذاهب أحزاب في الفقه. هذا رأي يمكن أن يصلح لبلد ولا يصلح لبلد ثانية، فلا نقول بالنفي ولا بالنفي بمعنى التحريم والبدعية، ولا نقول بالوجوب والإلزام، حتى لا نحرج على الأمة في أمر جعل الله فيه سعة. فنقول في قضية الآليات التجربة البشرية كلها كتاب مفتوح، نأخذ منه وندع. فالحكمة ضالة المؤمن، أنا وجدها فهو أحق الناس بها. حتى التجربة في الحضارة الغربية فيها النافع المفيد، فننتفع بكل قديم نافع كما نأخذ بكل جديد صالح من التجربة الإنسانية. المسلمون انفتحوا في العهد الأول على حضارات فارس وروم، أخذوا نظام البريد، نظام تدوين الدواوين، نظام السجون، نظام تضمين الصناع، أخذوا النافع المفيد ونقلوا إلى حضارة غيرهم أيضا النافع المفيد. فنحن نؤمن بالتفاعل الحضاري وليس بالغزو الثقافي، لأن الغزو معناها اجتياح من الطرف الأقوى إلى الطرف الضعيف، ولكن نحن نؤمن بعملية التفاعل، أن تعطي غيرك أفضل ما عندك وأن تأخذ من غيرك أفضل الذي عنده. وبالتالي في الآليات يا أخواننا الأمر فيه سعة، ما دمنا نحتكم إلى هذه القواعد الشرعية.
شكرا، ولعل معالي الشيخ يختصر حتى نأتي على بعض ما نستطيع أن نأتي على الكل. أمر المنصة واجب النفاذ إن شاء الله. جزاك الله، ما في تعددية؟ نأخذ الطاعة في المعروف. يقول السائل: علماء كل بلد مثل علماء العراق وفلسطين وفتاواهم حول العمليات التي يفتون في شأنها ضد الاحتلال، هل ترون أنهم أدرى بأوضاع بلادهم وتعتبر فتواهم في بلادهم تكون حجة؟ يعني هنالك أمران أيضا، هنالك أمور متعلقة لها انعكاسات، وإن وقعت في دولة لها انعكاسات على مصير الأمة الإسلامية ولها آثارها الموجبة والسالبة. ومن هذا يعني يستطيع علماء المسلمين في كل بلاد بما يتوافر لهم من المعلومات الدقيقة والتفاصيل أن يكونوا رأيا في هذه المسألة، هذا لا بأس. لكن يبقى الذي يباشر الفعل في الميدان هو أقدر على تصويب الرؤية التي تتسق مع واقعه. ويعني هذه المسألة يمكن أن تتعدد فيها أيضا الفتية بتعدد زوايا النظر. نحن لدينا قضية فهذا ينظر إليها من زاوية، زاوية التحدي الحضاري على أمة الإسلام، وآخر ينظر إليها من زاوية أخرى، زاوية الواقع الذي يعيشه يوميا وما يرى فيه من أهوال وما يرى فيه من سفك دماء وما يرى فيه من تعدي. فمن باب هذه الزاوية يأخذ فتوى أخرى. أقول لا مانع من تعدد الفتوى بتعدد زوايا النظر إلى القضية المطروحة، لكن يبقى أهل البلد الذين يعايشون الحدث يوما بعد يوم ويصطلون بناره هم أقدر على تصويب هذه المسألة من غيره. شكرا معالي الشيخ. السائل يقول: كيف نفسر فعل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه عام المجاعة حين لم يقم حد السرقة، مع أن النص القرآني قطعي الدلالة والثبوت حتما، وإذا كان فعله رضي الله عنه مبني على النظر إلى مقاصد الشريعة التي ترمي إلى حفظ النفس وتقديم ذلك على حفظ المال، فكيف نقول أنه الاجتهاد مع النص؟ هو عمر رضي الله عنه لم يعطل نصا، وعمر رضي الله عنه لا يملك ولا يملك أحد أن يعطل نصا شرعيا ثابت ثبوتا قطعيا في ثبوته وفي دلالته، غير ما كل ما هناك أن عمر استعمل مع النص نصا آخر. النص أننا أمرنا بتطبيق حد، وهنالك نص آخر أن ندرأ الحدود بالشبهات. والإمام ابن القيم يقول: إذا كانت السنة سنة شدة وعوز ومجاعة فإنها تصبح شبهة قوية تدرأ الحد. فنحن أمام نص يقول ادرأوا الحدود بالشبهات، والمجاعة التي طالت قوما ومنهم أولئك الرجال الذين سرقوا جملا لرجل من مزينة، ولأن صاحبهم الذين كانوا يعملون معه ما كان يفي لهم بحقهم فاضطرتهم الحاجة لأن يسرقوا حتى يسدوا الرمق ويقيموا الأود، فاعتبر عمر رضي الله عنه أن ذلك من الخلل الذي وقع فيه الرجل الذي يعني يستعمل هؤلاء عمالا عنده، وأن الحاجة التي أقدمت هؤلاء يعني وهم مضطرون هذا من باب الشبهة القوية التي تدرأ الحد. فهو تعامل مع نص في سياق نص آخر. ثم الحدود تطبيقها مرتبط بأمرين: بتحقق شروط وانتفاء موانع. فإذا لم تنتفي الموانع أو لم تستوفى الشروط الحد لا يطبق. لو أن إنسانا أقر بالزنا على نفسه الإقرار له شروط حتى يثبت، ولو أن قوما شهدوا عليه الشهود لا بد لهم من عدد ولا بد لهم من مواصفات، فإذا لم يستوفي الحد شروطه وأركانه لا يطبق. فهنا أيضا الحد لم يستوفي الشروط المتعلقة به، فإذا ليس في الأمر تعطيل لنص، وإنما الأمر بأن الحد
لم يستوفي الشروط الشرعية المتعلقة بتطبيقه. وللأسف قضية اجتهادات عمر رضي الله عنه يعني جعلها قوم مطية لأن يجعلوا المصلحة يتجاوزون بها النصوص القطعية الثابتة، وهذا فهم خاطئ لاجتهادات عمر. وقد قال ابن مسعود: إن أحدكم ليفتي الفتوى لو سئل عنها عمر لجمع لها أهل بدر. وقيل إن عمر ذهب بتسعة أعشار العلم، ولو لقد كان في من كان قبلكم محدثون فإيك في أمتي فعمر منهم، فقد نزل القرآن بموافقته في سبعة مواضع، في سبعة مواضع من كتاب الله، وهو كان أكثر الناس على اتباع النصوص. السؤال الأخير، ونعتذر للإخوة لأن الوقت المخصص للمحاضرة وما تعلق بها من مداخلات وأسئلة قد انتهى. أقول في هذا الزمان تتعدد وسائل الإفتاء سيما في القنوات الفضائية، وغالب الذين يفتون نحسبهم من الثقات، فما هي معايير اختيار الفتوى أمام تنوعها؟ أنا حقيقة يعني هذه قناعة شخصية لا أميل إلى الفتوى الشرعية عبر الأسئلة المباشرة في الفضائيات، لأنه يعني خاصة في المسائل المعقدة المفتي حينما يرد إليه السؤال يريد أن يتأمل هذا السؤال وأن ينظر في مورده، ثم ينظر إن كان ثمة حكم شرعي صريح فيه أو يحتاج إلى اجتهاد، ويحتاج أن يحاور أهل العلم والنظر حتى يتثبت من فتواه. ولكن نحن الآن يعني زي ما بقولوا العصر عصري سندويشات وجبات خفيفة، الناس عايزين فتوى على الماشي، وأحيانا العالم يحرج وهو على الفضاء وأمام الجمهور، وقد يتعذر عليه أن يقول والله لا أدري، ويقول دعني أبحث في هذه القضية، فقد يقدم رأيا فطيرا. طبعا العلماء ليسوا على درجة واحدة، هنالك الذين مارسوا في الفتية وتضلعوا فيها ولهم يعني تعمق شديد في النصوص وفي مقاصدها، وهنالك قضايا متعلقة بالعبادات الشخصية يعني يمكن للإنسان أن يجيب عنها. لكن أنا أقول دائما في المسائل المعقدة الشائكة مثل قضايا فقه المعاملات في التعامل مع المصارف وغيرها، مثل قضايا الطب، قضايا الاستنساخ، قضايا زراعة الأعضاء ونحو ذلك، قضايا السياسة الشرعية، قضايا العلاقات الدولية، قضايا المصالح الكبرى المتعلقة بقضايا الأمة، هذه كلما صدر الإنسان فيها عن اجتهاد جماعي وصدر فيها عن رؤية يعني حاور فيها أهل العلم واستوثق فيها من الأدلة وتثبت فيها، كلما كان ذلك أقرب إلى الصواب والسداد من المسارعة في قضايا. ولذلك تصبح دور في الفضائيات الدعوة العامة، الوعظ، الحديث الفكري، لكن قضايا الفتوى الشرعية ابن القيم قال: إذا كان التوقيع عن الملوك من الأمور السنيات فكيف بالتوقيع عن رب الأرض والسماوات؟ لأن المفتي إنما يوقع عن الله حكم من الأحكام. ولذلك قال ابن أبي مليكة: أدركت 120 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يتدافعون الفتية، كل واحد ود لو أن أخاه كفاه. يعني هذا عامر بن شراحيل الشعبي الهمداني الكوفي، كان يتعجب أهل الكوفة من قول لا أدري، قالوا له: ألا تستحي من قول لا أدري وأنت إمام أهل العراق وفقيه؟ قال: ولكن الملائكة لم تستحي حين قالت: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. إمام دار الهجرة يجتهد ويتثبت، ومع ذلك يقول بعد فتواه: إن ظن إلا ظن وما نحن بمستيقنين. نحن مشكلتنا الآن عندنا فتوى حسب الطلب، وهذه أيضا فيها خطورة. وزي ما نحن نقول لا ينبغي للمفتي أن يستجيب لضغط الحكام، أيضا نقول لا ينبغي أن يستجيب لأهواء العوام، كما قال شيخنا الغزالي: أهواء العوام لا تهادن. أنا مرة كنت في محاضرة فألقيت كلاما، قال لي أحد الناس: والله كلامك لا يعجبني. قلت له: أنا لست فنانا أقدم ما يطلبه المستمع. لما تريد ما يطلبه المستمع أمشي للفنان، لأنه يغني لك حسب ما تشتهي. لكن أنا داعي أقول ما أعتقد أنه الحق. قضية يعجبك أو لا يعجبك هذه مسألة أذواق، والفتوى ما تتأتى حسب الذوق والتشهي. ولذلك علماؤنا قالوا يعني حتى لو كان إنسان يلتزم مذهبا يمكن أن
ينتقل من مذهب إلى مذهب، من اجتهاد إلى اجتهاد، بناء على تحري الراجح، ولكن ليس بناء على التشهي. ما هو الناس بعض أحيانا يقول لك المفتي يقول لك والله يا أخي أنا مالك لكن مذهب مالك والله متشدد كذا، شوف لنا مخرج عند أبي حنيفة، أنا شوف لنا كذا مخرج. أو قالوا لا ينبغي أن يأخذ من أقوال الفقهاء على مبدأ التلفيق، لأن بعض الفقهاء قالوا لا يشترطون المهر في الزواج، وبعضهم لا يشترط الولي، وبعضهم لا يشترط الشهود، فيأتي إنسان يقول أريد زواجا لا مهر فيه ولا ولي ولا شهود. الذي لم يقل بالمهر قال بالشهود، والذي لم يقل بالشهود قال بالولي، لكن لم يقل أحد بهذه. هذه صورة تخالف الإجماع المتيقن، فما ينبغي أن يبحث الإنسان عن, 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 عن هذا. لكن الرخصة في إطارها الشرعي، مراعاة ضرورات الجماعة والتيسير لهم، هذا له أصله الشرعي المعتبر الذي نقول به. فهذه يعني جوانب ينبغي أن تراعى في قضية الفتوى، لا سيما في المسائل المعقدة والمسائل المركبة، واللي تجعل الإنسان ينبغي أن يراجع نفسه شيئا فشيئا. يعني أنا هذه نصيحة، والحقيقة للأسف أجد أيضا كثير من الرسائل والكتب تخوض في قضايا فيها من العمق وفيها من الاتساع وفيها من التشابك الشيء الكثير. يعني نحن حتى في المجامع الفقهية هنالك باحثون متفرغون لإعداد الدراسات اللازمة للنظر في هذه القضايا عند انعقاد المجمع، ومع ذلك لا يتأتى للعلماء على مدى 7 أيام متواصلة أن يصلوا إلى رأي فيؤجلوا الحكم فيها للدورة القادمة لمزيد من التأمل. ولذلك أنا أقول في الختام، الذي يفتي لابد له من 3 أمور: علم يعصمه عن الفتيا بالجهل، وورع يعصمه عن الفتيا بالهوى، واعتدال يعصمه من الوقوع في طرفي الإفراط والتفريط والغلو والتقصير. العلم بالشرع وبالواقع، والورع والاعتدال، هذا الذي نحتاج إليه ممن يتصدون لأمر الفتية. وشكر الله لكم صاحب المعالي. ختاما هذا طلب ونلتمسه منكم أن تعلقوا عليه. نلاحظ في الآونة الأخيرة هجمة في بعض وسائل الإعلام العربي وصحفه على الإسلام وعلى الثوابت، واختلطت مع الوقفة الحازمة ضد الغلو والتطرف، فما توجيهكم لأصحاب القلم والكلمة؟ وبها نختم. الحقيقة يعني واحدة من آفات هذا الواقع والعصر هو يعني اضطراب الموازين واختلال دلالات المصطلحات. يعني صحيح نحن نرفض الغلو الذي يقوم على التنطع في والتشدد في غير موضعه، لكن للأسف بعض الناس مجرد الالتزام بثوابت الدين الشرعية يعتبر هذا لونا من التنطع. نحن ندعو إلى التيسير، بعضهم يريد أن يقفز من التيسير إلى التحلل من ثوابت الدين وأحكامه وقطعياته. ولذلك التيسير الذي ندعو له إنما ندعوه في سياق الشريعة: ما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يسر ولا تعسر، بشر ولا تنفر. الذي له أصل إما من مقصد كلي أو من نص جزئي أو من اجتهاد معتبر، فلا ينبغي أن يكون نقفز به لنتجاوز به أمر قفز. ففيها هجمة شرسة الحقيقة تحت باب والغلو. الحقيقة يا جماعة أيضا الغلو نوعان، هنالك غلو ديني وغلو لا ديني. نحن نحارب كلا النوعين من الغلو: الغلو الديني الذي يمثل امتدادا لفكر الخوارج، هذا الذي نقف له بالمرصاد، ولأن هذا فيه تشويه وتلبيس بالأمة. لأن بعض الناس بيفتكروا أنه الشاب يعني المتحمس المتدين ذو العاطفة الجياشة والحماسة الدافق يكفيه هذا القدر. وابن القيم رحمه الله عنده عبارة جميلة، قال: لا بد للسالك من همة ترقيه ومن علم يبصره ويهديه. فالحماس من غير علم يكون طيشا، والعلم لا بد له أيضا من همة ترقيه. فالخوارج يعني ضلالهم ما كان من جهة العبادة ولا كان من جهة الشدة في الحق. ابن عباس قال: رأيت جباها قرحها السجود،
وأيدي كسفنات الإبل من شدة العبادة. قوم إذا ذكروا بالله أو ذكروا خروا من الخوف للأذقان والركب. ألا في الله لا في الناس شالت بداود وإخوته الجذوع. إذا ما الليل أظلم كابدوه فيسفر عنهم وهم ركوع. أطار الخوف نومهم فقاموا وأهل الأمن في الدنيا هجوع. لهم تحت الظلام وهم سجود أنين منه تنفرج الضلوع. هذه عبادة الخوارج. وفي الجهاد لقد زاد الحياة إلي بغضا وحبا في الجهاد أبو بلال. ولو أني علمت بأن حتفي كحتف أبي بلال لم أبالي. أحاذر أن أموت على فراشي وأرجو الموت تحت ذرى العوالي. ومع ذلك بقروا بطن المرأة الحبلى واستخرجوا جنينها قتلوا الجنين وأمه. وقال قائلهم وعجلت إليك ربي لترضى. واصل ابن عطاء الغزال ما استطاع أن ينجو من سيفهم إلا قال لهم أنا مشرك مستجير. قالوا وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. يقتلون أهل الإيمان ويدعون أهل الأوثان. ولذلك لما قالوا إن عليا حكم الرجال في دين الله قال لهم كلمة حق أريد بها باطل. وجل حوار عشان تشوف ضرورة العلم بالنسبة للشباب المتحمس أن يلجم هذا الحماس بلجام العلم الشرعي الذي يؤخذ من أهل العلم الثقات الراسخين الأثبات. ما تنقمون من علي؟ قالوا ننقم أنه حكم الرجال في دين الله والله تعالى يقول إن الحكم إلا لله. قال أرأيتم أن الله أمر بتحكيم الرجال في الشقاق يقع بين الرجل والمرأة وزوجته فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. وأمر الله تعالى بتحكيم الرجال في ثمن أرنب بربع درهم يصيده المحرم. قال تعالى يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة. أفيجوز تحكيم الرجال في هذين ولا يجوز في دماء المسلمين؟ قالوا أما هذه فقد خرجت منها. ما تنقمون من علي؟ قالوا إنه قاتل ولم يغنم ولم يسب النساء. قال أترضون من علي أن يسبي أم المؤمنين عائشة؟ فإن قلتم ليست بأمنا فقد كفرتم. فالله تعالى يقول وأزواجه أمهاتهم. وإن قلتم تسبى عائشة فقد كفرتم. قالوا أما هذه فقد خرجت منها. ما تنقمون من علي؟ قالوا إنه محى نفسه من إمرة المؤمنين فإن لم يكن كذلك فهو أمير الكافرين. قال أرأيتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم محى كلمة رسول الله في صلح الحديبية أليس هو برسول الله؟ للناس مغفلين كانوا. فلذلك الإمام علي يعني أثبت لهم حق الوجود. لا نمنعكم شهود المساجد، لا نمنعكم من إبداء الرأي. وأكثر من ذلك أنهم كفروا الصحابة وكفروا عليا وهو الإمام الشرعي واستحلوا دماء المسلمين. الصحابة لم يكفروهم. علي قال إخواننا بغوا علينا هم من الكفر قد فروا. ولذلك عملهم معاملة البغاة فلم يقتل أسيرهم ولم يجز على جريح ولم يتبع من أدبر منهم. هذا هو الفقه. ولذلك نحن يعني نقف بالمرصاد أمام هذا الغلو الذي يشوه جماله، وبالمقابل نقف بالمرصاد أمام الغلو العلماني الغلو اللاديني الذي تحت شعار أن نكون على انفتاح مع العصر يريدون أن تخرج الأمة من الهوية الثقافية من الخصوصية الحضارية ومن ثوابتها ومن قطعياتها ومن محكماتها. فالأمة ضاعت بين هذا وذاك. ولذلك نحن واجب علينا أن نتحصن بالذات، نتمسك بالثوابت، أن ندرك أن خيرية الأمة منوطة بأن تكون على غرز هذه الشريعة وأن تعتز بالانتماء إليها، ولكن بوعي وبفهم وبإدراك لمتطلبات سنة التدافع الحضاري. فهذا الذي نحتاجه. ولذلك أنا أقول إن الخطاب الإسلامي الذي ننشده اليوم بعبارات أختم بها هذه الكلمة هي أن يكون خطابا إسلاميا وسطيا مرتبطا بالزمان والمكان والإنسان، موصولا بالواقع، مشروحا بلغة العصر، منفتحا على الاجتهاد والتجديد من أهله في محله، جامعا بين النقل الصحيح والعقل الصريح، محافظا في الأهداف، متطورا في الوسائل، ثابتا في الكليات، مرنا في الجزئيات، منفتحا على الحضارات بلا ذوبان، مراعيا للخصوصية بلا انغلاق، ميسرا في الفتوى، مبشرا في الدعوة، مرحبا بكل قديم نافع،
منتفعا بكل جديد صالح، مرتبطا بالأصل ومتصلا بالعصر. هذه هي المعادلة التي نحتاج إليها. الإمام علي رضي الله عنه، يا أحبابنا صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم على نبينا. لما ولى مالك بن الأشتر ولاية مصر قال: اعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قامت فيها دول قبلك بالجور والعدل، وإن الناس سينظرون في أمرك في مثل ما كنت تنظر إليه من أمور الولاة قبلك، فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح، وأشعر قلبك الرحمة بالرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان، إما أخ لك في الإسلام وإما نظيرك في الخلق، يفرط منهم الزلل وتغلب عليهم العلل، ويؤتى على أيديهم من العمد والخطأ، فأعطهم من عفوك وصفحك مثل ما تحب أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك، والله فوق من ولاه، وصلى الله على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا لمعالي الدكتور عصام البشير، وشكرا لمركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية الذي دعا ونظم هذه المحاضرة. شكرا لكم أنتم أيها الإخوة الحضور، نعتذر عن عدم طرح ما تبقى من الأسئلة ونسلمها لمعاليه. وشكرا، وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. يا شيخ إبراهيم، كيف الحال؟ كيف الحال يا الله يبارك.